مرحبا بكم مشاهدي ومشاهدات صفحة مؤسسة عبد الرحيم أبو عبيد في هذه الندوة التي تنظمها المؤسسة تخليدا للذكرى 30 لرحيل الفقيد عبد الرحيم أبو عبيد، وتجمع فيها ثلة من القيادات الاتحادية لتداول مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية وراهن السياسة في البلد، وكذلك الاتحاد الاشتراكي. ربما الأرضية ديال الندوة تتطرق لواحد العدد ديال النقاط، اهمها ربما الموقف من النظام وتطوره، الحريات الفرديه والجماعيه، سؤال اعاده خلق الثروه، وكذلك الوحده الترابيه، وكذلك دائما النقاش مفتوح للضيوف من اجل طرح نقاط اخرى الى كانت عندهم يعني ربما اضافات. العنوان هو اي مشروع لمستقبل الاتحاد الاشتراكي، وربما الكل على هذه الطاوله معني ربما بمستقبل الاتحاد الاشتراكي. الكلمه في البدايه الاستاذ محمد الاشعري رئيس المؤسسه. كذلك وأود أن أعتذر باسم المؤسسة لكل الذين لم نتمكن من أن نفتح لهم المجال للمشاركة في هذا اللقاء أو الحضور فيه على الأقل، وذلك الأسباب الاحترازية التي تعلمونها جميعا. السيدات والسادة، في الذكرى 30 لوفاة عبد الرحيم بوعبيد وجدت المؤسسة نفسها بشكل بديهي أمام الأسئلة الأساسية التي تطرحها حياة عبد الرحيم بوعبيد مثل ما يطرحها فقدانه كذلك. إلى أين وصلت قضية وحدتنا الترابية؟ وكيف نخرج بها من الجمود ومن مخاطر التوتر الإقليمي؟ كيف أصبحت دولة المؤسسات؟ هل استقر في إطارها العمل المؤسسي المستقل عن تجارب الأشخاص وأهوائهم؟ أم أنها ما تزال مشروعا متعثرا ويتراجع حسب الظرفيات والحسابات وتطور موازين القوى؟ ثم بالطبع كيف أصبح الحزب الذي خرج من رحم حركة التحرر الوطني والذي وجد نفسه غداة الاستقلال في مواجهة عنيفة مع الاستبداد ومع تحويل النهر عن مجراه، أي مع توجيه جل خيرات البلد المستقل إلى أقلية تجمع بين المال والنفوذ والسلطة، والذي وجد نفسه على وجه الخصوص في مواجهة مباشرة مع الإخلال بمضامين الميثاق بين الملكية والحركة الوطنية، تلك المضامين التي جمعت دوما بين تحقيق الاستقلال السياسي وبين تحقيق ديمقراطية. كيف أصبح الحزب الذي حضره عبد الرحيم بوعبيد ليكون حزبا تقدميا حديثا، وذلك عبر مسار طويل من الصراع والنقد والحوار منذ المؤتمر الثاني للحزب في بداية الستينات، مرورا بالتحالف الحزبي النقابي، ووصولا إلى توضيح الرؤية السياسية في بداية السبعينات، ثم إلى توضيح الهوية الاشتراكية وتسجيلها ضمن أفق النضال الديمقراطي. كيف أصبح الحزب الذي رسخ عبر سنوات من الصراع والتضحيات فكرة ضرورة البناء الديمقراطي، وفكرة مقاومة الحكم المطلق، وفكرة التوزيع العادل للثروات والفرص، وفكرة المساواة بين النساء والرجال، وفكرة التحديث الثقافي، واستطاع بعد مخاض طويل أن يدشن صفحة التناوب السياسي والشروع في إنجاز المرحلة الانتقالية؟ هل ما يزال هذا التراث العظيم حاضرا في حياة الحزب وفي مكانته وأدواره، أم أنه انسحب إلى رفوف التاريخ والذاكرة؟ هل الوضعية الحالية للحزب هي نتاج تحولاته الذاتية فحسب، أم هي كذلك تعبير عن تحولات المجتمع السياسي برمته؟ أم هو خلل في تدبير الرصيد النضالي للاتحاد الذي بنى شعبيته على الانتصار للمصلحة العامة وليس على السعي إلى تحقيق المصالح الشخصية؟ هل الحزب يعيش وضعية حصار طبيعي بعد مرحلة مد وقوة، أم أن انحساره
تعبير بليغ عن الأعطاب التي أصابت المشروع وعن العجز عن ابتكار الصيغ القادرة على تكريسه حزبا للمستقبل وليس فقط حزبا من الماضي. إذا كانت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد قد برمجت ليوم 11 يناير المقبل ندوتين عن مستقبل الحل السياسي في الصحراء المسترجعة وعن حصيلة بناء دولة المؤسسات، فإنها تحاول اليوم أن تنكب من خلال أصوات متعددة من داخل الحزب ومن خارجه على سؤال الحزب 30 سنة بعد وفاة قائده عبد الرحيم بوعبيد. وقد ارتأينا أن نبدأ هذا التفكير المشترك والضروري والذي لن يكون له معنى إلا إذا تملكه المناضلون بكل تعددهم واختلافهم بالاستماع إلى عدد من الأصوات الحاضرة معنا اليوم في محاولة للتعرف على ما تفكر فيه من عناصر لبناء المستقبل. نعرف أن الحزب مقبل على عقد مؤتمره، ونعرف أن عددا من المناضلين يتوقون اليوم إلى قيادة الاتحاد، منهم من أعلن ذلك ومنهم من ينتظر. ليس ضمن اهتمامنا في المؤسسة أن ننوب عن الاتحاديين لا في التشخيص ولا في رسم البدائل الممكنة، ولكننا كمؤسسة فكرية مرتبطة بذاكرة عبد الرحيم بوعبيد وبتراثه الثقافي والسياسي والأخلاقي لا يمكن باسم حياد مفتعل أن نعفي أنفسنا فكريا وسياسيا من الاهتمام مثل كل المغاربة بمآل الاتحاد الاشتراكي وبتحولاته المقبلة، لأن هذه الحركة ليست ملكا لأحد. إذا ربحناها قوة متماسكة ذات هوية واضحة وذات كفاءة ومصداقية فإننا نربحها للمغرب كله، وإذا خسرناها فإننا نخسرها للمغرب كله. إن الممارسة النقدية هي من صميم عمل المؤسسة، وقد قامت به تجاه كل التجارب والمبادرات قبل التناوب وبعده، وقامت به في كل ما يتعلق بقضايانا الوطنية سواء على مستوى السياسة العامة أو على مستوى الحياة الحزبية بكل تعبيراتها، وسنظل أوفياء لهذا النهج منبرا للحوار والنقد والمساءلة. إن الحسم التنظيمي في وضع الاتحاد لا يعنينا في المؤسسة إلا بالقدر الذي يستجيب به لأسئلة أعمق من التداول على المواقع والمسؤوليات. وفي نظرنا فإن الأهم من التساؤل عما سيكون عليه الاتحاد غدا وعمن سيكون فيه هو التساؤل عما سيفعله وعما سيقترحه على المجتمع المغربي لمواجهة الفكر الوحيد والسلطة الوحيدة، وعما سيبتكره من وسائل نضالية يستعيد بها اليسار زمام المبادرة ويخوض بها معارك ملموسة مع الناس ومن أجلهم. الأهم هو ما سيبدعه الاتحاد من أفكار شجاعة لتجديد المشروع الاشتراكي ولإقناع الشعب المغربي بأن بناء ديمقراطية حقيقية أمر ممكن، وبأن تفادي التجارب المكرورة أمر ضروري، وبأن الخروج من فخ الديمقراطية التقريبية والتراجعات التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد مسألة لا غنى عنها لإنقاذ ما سمته بعض الأدبيات السياسية عندنا بالاستثناء المغربي. الأهم هو استعادة المصداقية للعمل السياسي والحزبي وللمؤسسات المنتخبة، هذه القاعدة الأساسية في كل بناء ديمقراطي والتي تدنى رصيدها من الثقة حسب بعض المراصد إلى أقل من 20%، أي في أسفل الترتيب لسلم المصداقية. نعم، عندما نفكر باتحاد اشتراكي قوي
ومقنع، فليس ذلك من قبيل الحرص على تناسق الخريطة التي تبدو مختلة بسبب ضعف الاتحاد واليسار عموما، ولكن لأننا مقتنعون أن توازن البلاد نفسه سيختل إذا ضعفت فيه قوى المعارضة المقاومة وقوى الدفاع عن الحريات وعن الديمقراطية، قوى البدائل السياسية والاقتصادية والثقافية التي بدونها لا يمكن للمؤسسات أن تعيش، ولا للديمقراطية أن تتنفس، ولا للمجتمع أن ينتج الأمل والثقة في النفس. وعندما نتساءل عن المشروع المستقبلي للاتحاد، فلأننا نعتقد أن هناك هوية مفقودة في الخريطة السياسية لمغرب اليوم، تلك الهوية التي انبثقت من أعماق الحركة الوطنية ونسجت شرعيتها الشعبية من كونها ظلت لعقود معقلا لمقاومة الاستفراد بالحكم، ومزرعة حيوية للأفكار الجديدة ولأجيال متلاحقة من المناضلين، وفعلت ذلك وهي تعتبر هويتها الإيديولوجية والسياسية المبرر الأساسي لوجودها. لذلك فإن كل تفريط في هذه الهوية وفي هذه القيم هو نوع من التدمير الذاتي الذي لا يقبله العقل. إن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد عندما تدعو إلى التفكير في المستقبل، فإنها لا تدعو إلى معالجة ظرفية عابرة، ولا تستجيب في ذلك إلى حساب سياسي سهل، بل إنها وهي تحتفي بالذكرى 30 لوفاة عبد الرحيم بوعبيد لا يمكن أن تنسى تضحيات أجيال من المناضلين والقادة تعرضت للتنكيل والسجن والنفي، لأنها آلت على نفسها أن تكون صوت من لا صوت لهم، ورفضت أن تكون مجرد قطعة مسلوبة الإرادة في مشهد مفتعل، ورفضت رغم كل الترغيب والترهيب أن تدخل في القالب. هل يحتاج الاتحاد فقط إلى أن يعود إلى أساسياته ليصبح قوة مؤثرة ومنتجة؟ لا أحد يطلب من الاتحاد أن ينفي نفسه في الماضي، بل أن يستعيد هويته وقيمه ويخلق بها أساسيات المستقبل، الشيء الذي يستلزم القيام بنقد عميق لتجربة الاتحاد دون ما تبخيس لمنجزاته، ودون ما أسطرة تجعل اسمه أضخم من مضمونه. القيام بنقد يستدعي لحظات القوة والضعف، ويطرح على وجه الخصوص سؤال التعثر الديمقراطي. لماذا مررنا من فكرة الديمقراطية أهم من المقاعد إلى فكرة المقاعد أهم من الديمقراطية؟ لماذا استبدلنا النضال من أجل الديمقراطية بالتهافت على المكاسب التي تمنحها الديمقراطية؟ لماذا فشلنا في قيادة مرحلة انتقالية حقيقية؟ لماذا رغم الصفحة الجديدة التي فتحتها تجربة التناوب لم ننجح في القيام بإصلاح سياسي حاسم يحمينا من العودة إلى الوراء؟ وهذا النقد لا يمكن أن نقوم به بفرادة، لا يمكن أن نقوم به إلا جماعيا وبترفع عن الحسابات الذاتية وعن الأجوبة الزائفة. إن الهدف من هذا التفكير المشترك هو استعادة الروح وليس استبدال اللباس الذي لحقه البلا. هو التفكير أيضا وبعمق في أن الحركات الأصيلة لا تنشأ فقط بقرار يتخذه هذا الشخص أو ذاك، بل من لقاء تاريخي بين فكر ثوري كما يقول عبد الرحيم بوعبيد، وبين حاجة الشعب إلى تعبير سياسي يحقق مطامحه وينتصر لأحلامه. ولعل التحول المنقذ الذي نتمناه يوجد على وجه التحديد في هذا اللقاء التاريخي بين الرغبة والحاجة، بين الهوية المنفتحة المتجددة
والمبادئ والقيم التي لا يمكن التنازل عنها. وعلينا أن نتحلى بأكبر قدر من التواضع لنعتبر أن المجتمع لن ينتظرنا حتى نمنحه التعبير السياسي الأكثر ملائمة لتطلعاته وحاجياته. إنه قادر بذكائه الجماعي وبطاقاته الخلاقة على ابتكاره، ويقتضي الوفاء لتاريخنا والإيمان بمبادئنا وقيمنا أن نكون في قلب هذه اللحظة وليس خارجها. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ الأشعري. مباشرة نمر إلى الكلمات ومحاولة الإجابة على الأسئلة التي طرحتها الورقة التقديمية. ومن البداية مع الأستاذة حسناء أبو زيد، وفقط للتوجيه 15 دقيقة لكل متدخل. أنا يسعدني كثيرا اليوم أن أكون بينكم هنا حيث يغرق المكان في ذاكرة القائد الحكيم. اسمحوا لي أن أتقاسم معكم شعورا بالمسؤولية العميقة تجاه هذه اللحظة الكبيرة. أتوجه أولا بالشكر للمؤسسة التي تنظم هذا النقاش المفتوح، وفاء منها لمدرسة سي عبد الرحيم بوعبيد التي رسخها في أنموذج الممارسة الحزبية التي يمثلها ويجب أن يمثلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لقد بني الحزب الرمز بقلوب وسواعد وأرواح وعقول المؤمنات والمؤمنين أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس فقط حزبا أو مجرد حزب وفق التعريف النظري للحزب في العلوم السياسية، لكنه حالة إنسانية فكرية أخلاقية سياسية وجدانية استوطنت ويجب أن تستوطن الوعي الجمعي الوطني لتدخله في حالة بذل تستحث عبره الضمير والالتزام ونكران الذات والتضحية، فتملك المغاربة حزبا حقيقيا للقوات الشعبية، حزبا ملهما حين يضعف يتحرك الوجدان الجمعي المغربي كما اليوم فرقا عليه، وحين يخفت صوت حكمته تكسد السياسة وتذهب ريحها. اسمحوا لي أن أسطو على السؤال وأن أقول: هل تفصلنا 30 سنة عن وفاة القائد الرمز، أم تفصلنا 30 سنة عن اتحاد اشتراكي معافا وقابلا للتعافي؟ لقد نظر الرجل الرمز للحزب أسلوبا منهجا أخلاقا وطنية فراسة بيداغوجية معرفة تجربة زخما ليجعل من حزبنا صانع ومولد منعطفات سياسية وفكرية وثقافية لوطن بأكمله. لقد استطاع رفقة الشهداء أحياء وأموات، رفقة المناضلين روحا وعرقا، أن يهندس انتقالا فكريا وسياسيا إيديولوجيا للحزب ليضعه في قلب صراع جديد بأدوات جديدة. لقد أنتج هو وقادتنا من المناضلين والمناضلات الذين تكاد تختفي أسماؤهم اليوم من سجلات العلم بهم في ممارسة الحزبية بكافة أبعادها في إطار مدرسة سياسية وطنية قادرة على أن تنجح شيئا أساسيا في اعتقادي، وهو القدرة والمهارة في هندسة الجواب الوطني المعبر عن تصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمصلحة الوطنية وفق إطار مرجعي محدد وملزم وواضح أخلاقيا أولا فكريا وسياسيا وطبعا تنظيميا. ولهذا لا أغامر إذا قلت أنه لن يثق المغاربة ولن يثق المناضلون والمناضلات وعموم العاطفين والعاطفات في نسخة لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تحتكم إلى إطار مرجعي واضح وملزم
في تصورها للمصلحة الوطنية، ولن يصبح هذا التصور خاضعا للتكتيكات وللحسابات والاستراتيجيات الفردية والقراءات التبريرية للوضع السياسي والاقتصادي والفكري ولهندسة السلطة في المغرب. ولربما هذا ما أشارت له نقطة التحول الصعب الموجع في 2002، ولربما هو الذي نشهده كسبب لما نراه من تداع في شكل سقوط حر لرمزية ووضع ووزن حزب كبير، حزب سيبقى رمزا. إن كل مشروع أولا لمستقبل حزبنا طبعا يجب أن يستند إلى أطروحة واضحة يتم تفصيلها عبر خط سياسي، ولما لا في إثار برنامج تعاقدي. إلا أننا نسعى إلى أكثر من هذا، نسعى لبناء سياق ولادة جديدة لحزبنا، نعم ضامنة لتحول تحديثي حيوي في إطار أو في حدي الوفاء للهوية والانطلاق نحو المستقبل، مما يفرض أولا أن ننطلق من قراءة لوضعيتنا السياسية. وإن كانت 15 دقيقة غير كريمة، فإذا أردنا بسرعة، نحن نعيش في سياق دولي أولا، من عالمنا عالم يتضخم، دينامية قوية محمولة على أكتاف تطور تكنولوجي غير مسبوق، مطوقة بمصالح قوى عظمى مستقوية، بعتاد اقتصادي وصناعي ومالي غير تقليدي، تضع تحديات حقيقية أمام السيادات الوطنية بكل أبعادها، اقتصادية وفكرية وسياسية وثقافية، ونخشاها أن تكون ترابية بالنسبة لبعض المناطق في العالم. أما وطنيا وبدون إسهاب، فمستقبل حزبنا في اعتقادي يستوطن مستقبل المغرب. وإذا أردنا أن نقدم تصورا لمستقبلنا من داخل مستقبل وطننا، فيجب أن نقف على ما أسمته وثائقنا، أعتقد تقرير الهوية، بممارسة سياسية تقليدية أثبتت اليوم مرحلة من اعتماد الدستور الجديد إلى اليوم أن مدخل الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية معزولا عن ثورة ثقافية وإقليمية يجعل المأزق أقرب مما كنا نتصور. لقد طالما عبرت أدبياتنا على أنه توسيع صلاحية رئيس الحكومة، مؤسسة المجلس الحكومي، الفصل بين السلط، العمل على توازن واضح لها، احترام المنهجية الديمقراطية بالشكل الذي يمثله الآن الفصل 47 من الدستور، ثبت أن المدخل إصلاح دستوري والسياسي بما هي مداخل أساسية نفخر بالتزاماتنا وبالمكتسبات التي حققناها لبلادنا، إلا أنها معزولة عن ثورة ثقافية حقيقية وقيمية تربط النخب بمسؤولياتها، تربط النخب أو تربط الإصلاح الدستوري بقدرة النخب على تفعيله وعلى إحيائه وعلى عدم بطره في كل تجربة حكومية. إننا نعيش حالة تحول من تناوبات سياسية إلى تناوبات انتخابية، فجرت مضمون السيادة الشعبية الآن وجعلتنا مثلا أمام تقزيم للمكتسب الدستوري المتعلق بالفصل 47، فأصبحنا مثلا أمام الصبغة السياسية للحكومة مثلا هي فقط السعي نحو المرتبة الأولى لملء الالتزام الدستوري، لكن بعد ذلك رأينا أنه قطعت تناوبات، لم نعش تناوبات سياسية بقدر ما عشنا تناوبات انتخابية، وأصبح ما فتحه الدستور من أبواب في إطار مثلا الفصل 47 هو فقط حالة من السباق المحموم لاستقدام القوى الانتخابية المحترفة القادرة على حمل أي حزب بأي مرجعية وبأي نوع من المناضلين إلى المرتبة الأولى لقيادة حكومة المغاربة بعد دستور 2011. وهذا يجعلنا الآن في حالة ما أسميه
كساد سياسي دشنته الحالة التي يعيشها المغرب بعد انتخابات 8 شتنبر، والتي رسخت في أذهان المغاربة أن تناوبات السياسية المؤطرة بمرجعيات فكرية وسياسية وإيديولوجية لملا ليست قائمة بأي شكل من الأشكال. وبالتالي فلنتصور غدا ما معنى، ما هي حمولة فكرة المنهجية الديمقراطية، وما هي حمولة الحكومة السياسية المنتخبة، وما هي قدرتها على أن تمثل فعلا تناوبا حقيقيا. ظهر أنه وفي نفس السياق إن هوية حزبنا تطورت في ارتباط جدلي بتطور تصوره لدور الأحزاب. نعم، خاض الحزب صراعا مريرا ضد تصورات تؤمن ولا زال بعضها يؤمن الآن أنه يمكن أن نبني دولة قوية بشبه أحزاب، أو أن يمكن أن نساكن بين دولة قوية وأحزاب ضعيفة على طريق التنمية التي يقال أنها ستقود بعد ذلك إلى الديمقراطية. لكن يبدو جليا من كل ما شاهدناه منذ 2007 ومن كل مشاريع إعادة هيكلة المشهد السياسي بناء على قراءة خاصة لنكسة 2007 أنه المغاربة لم يقبلوا، بدليل حجم طلب على ممارسة سياسية حقيقية عبروا عنها بأشكال مختلفة، منظمة وغير منظمة، قالتها الملاعب الكروية، قالتها المقاطعة الاقتصادية أيا كان مصدرها، تحدثت عنها تعبيرات فنية تلقائية. لذلك لا أعتقد على أنه ولا يمكن أن يستمر مثل الحزب في محاولة المشاركة أو تعبير على الاقتناع بأنه الأحزاب السياسية يمكن أن تكون فقط أو تؤثث مشهدا صوريا للتناوب. هناك أيضا نقطة أساسية أعتقد أنها كشفتها الجائحة، ولاحظنا في المرحلة الأولى لتدبير بلدنا للجائحة حالة من اللياقة التي عبرت بها والتي تحركت عبرها الدولة المغربية في الاستجابة إلى ما تفرضه هذه الجائحة من حفظ للنظام العام، من اتخاذ قرارات في سياسة دوائية، من دعم اجتماعي ومالي وأشياء كثيرة. ولاحظنا على أنه هذه اللياقة تمت خارجة أي إشراك أو أي أثر حتى لغياب المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا، وفي غياب أيضا أي أثر لأي محرك نقابي أو دينامية مدنية. فبدت كل المجهودات التي بذلها بلدنا منذ أول تجربة جماعية ومنذ أول مشاركة لحزبنا منتصف السبعينات أننا كنا نساهم في شكل من أشكال الديمقراطية المحلية التأثيثية، والتي بدأ أن لا حاجة لها في اللحظة الصعبة التي عشناها. وهذا يجعلنا أيضا نعيد حساباتنا بشأن هذه التجربة التي لا يمكن لأي ديمقراطية إلا أن تمر وتقوي مبادئ وتنظيماتها اللامركزية وتقوي مؤسساتها المنبثقة عن تمثيليات المحلية والجهوية، عن هيئاتها في ممثلي الأجراء وعن هيئاتها النقابية ودينامياتها المدنية. إن الوضع الآن الذي تعيشه بلادنا وهي تقودها حكومة يبدو أن مهمة السياسة فيها هي فقط ملء، اسمحوا لي أن أعود إلى هذه النقطة، ملء التزامات دستورية بشأن تفعيل مقتضيات الفصل 47. ورأينا أنه الآن المغرب تقوده حكومات متعددة في نفس الحكومة. أولها ظهرت خلال مناقشة قانون المالية، ورأينا مثلا أنه الوزير في الميزانية مثلا يتحدث عن تطبيقات مالية وتوجهات مالية مجانبة تماما للتصريح الحكومي والتزامته ببناء وحماية الدولة الاجتماعية.
ونحن نتساءل هل يجوز لنا في مغرب اليوم وبعد أن فتح دستور 2011 أفقا ديمقراطيا أن يكون المآل هذا المستوى من التراجع في التدبير السياسي للسلطة السياسية؟ فنجد أنه كل مهامنا أن نؤثث المشهد الدستوري دون فعل حقيقي وواضح. لا لا أستسمح نو ربعة؟ مشكلة هذا. كنت سأعرج على الوضعية الاقتصادية، لكن الوضعية الاقتصادية بالنسبة للبلد هو من الاقتصادات اللي أو الاقتصاديات التي تقوم بالأساس أو سمتها الدخل الفردي المتوسط، تجعلنا في حالة استباق ويقظة لتوقع أزمات، خصوصا بعد التهديدات التي يمكن تمس السيادات الاقتصادية، وهذا الشيء اللي شفنا ديال التيارات الدولية التي تنادي بإعادة توطين صناعاتها والحالة اللي يمكن أن نتوقعها. بالنسبة للوضعية الحزبية وبسرعة، نحن الآن ونحن نسائل وضعيتنا الحزبية فإننا لن نطرح أكثر مما طرحته تقاريرنا الحزبية الرسمية في مؤتمراتنا ووثائق أو سرديات وروايات الأفراد من أزمة ديمقراطية داخلية وضعف إعلام حزبي وعدم شفافية تدبير معينة، لكن نضيف إليها الانتهازية اليوم داخل الحزب لم تصبح، لم تعد ذلك السلوك المرفوض والمنبوذ والمعزول، لكن أصبحت أنموذجا متكاملا لسلطة حزبية، وهذا يؤثر بشكل كبير على صورة وأداء حزبنا. لكن سنركز على عجز بنيوي مزمن عن إحداث القطائع الضرورية للخروج من حالة الأزمة. وثائقنا على الأقل منذ المؤتمر السابع تكشف هذه الأزمة، إلا أنها لا تتجاوز ثنائية تشخيص الثاقب والعجز النافذ عن تصحيح هذا العجز. لذلك أتصور أن مستقبل الاتحاد وبسرعة مرتبط بقدرته على بلورة تصور جديد للنضال، طبعا داخل المؤسسات وبالأساس داخل مؤسسات المجتمع. لذلك كل ما حاولنا، لأن الأجوبة اليوم التي قدمناها لسنوات على أهميتها وعلى تشبثنا بها كمكتسبات أصبحت اليوم غير قادرة على أن تجيب على أسئلة أصعب وأعقد من مسؤولياتنا بالأمس، لأن ما حاولنا تقديمه كأجوبة على أعطاب المنظومة السياسية، تدخل الصولات، أعطاب المنظومة الاقتصادية من تقليدانية واحتكارية وأشكال متعلقة بالفساد البنيوي إلى آخره، لم تعد شافية وتفتقر لما يميزها عن غيرها بقدر افتقارها لأدوات التفعيل. إن جاهزية المجتمع اليوم لإبرام ثقة تعاقدية مع حزبنا أصبحت أضعف مما كانت عليه، بالإضافة إلى كون بيئتنا الداخلية لم تطور ذاتها ولم تسعى إلى بعث حالة نضالية جديدة، والذي أذكى ضمورها دينامية الاستراتيجيات الفردية داخل الحزب، وأقصد هنا بالحالة النضالية هذه حالة الكيمياء الوجدانية والأخلاقية والسياسية والفكرية والتنظيمية التي يجب أن تؤطر الفعل السياسي والميداني، والتي تجعلنا في وضع مرابطة إرادية ولا مشروطة ولا محدودة لإذكاء روح العمل من أجل تقوية العمل الحزبي وفق تصور للمصلحة الوطنية يخدم فكرة مصلحة المواطن والبلد في تصورنا للمصلحة الوطنية. إنما نصب إليه هو بعث هذه الحالة النضالية التي يجب أن تؤطر عملنا في ظل التحديات الجديدة التي أصبحت أكبر بكثير من مستوى الأجوبة المطروحة. أولا، ترهل نموذجنا في الممارسة السياسية والحزبية، حالة الكساد السياسي الشاملة، عدم وضوح الأفق في ظل التحديات الدولية والإقليمية، انهيار القيم، تأكل رأس المال، ارتخاء السلط
صورة العقل، صورة العرف، صورة القيم، صورة القانون، استقواء المركبات المصالحية والتي أصبحت تجد موطئ قدم داخلنا وبيننا. إننا يجب أن نمر بخطوات أسرع في التفاعل مع تحولات مجتمعنا. وربما لن أتقاسم فكرة أو تصورا معينا فيما يتعلق بعلاقة الحزب والمؤتمر والمواقع. إننا هنا في مؤسسة سي عبد الرحيم بوعبيد، لما للرجل الرمزي من أثر على مسار حزبه، لا أعتقد أنه يمكن أن يمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ولادته الجديدة دون أن يحرص على التحولات التي يراها المجتمع، والتي ترتبط أساسا في ضميره الجمعي بصورة القائد ذي المصداقية. نعم، نبحث عن حزب محسسات، هذا صحيح، ونبحث عن حزب بمرجعيات واضحة وبقدرة على بلورة الأجوبة المناسبة في الوقت المناسب، لكنها لا تتم خارج فكرة القائد الزعيم ذي المصداقية. وإشكالية المصداقية اليوم أكبر كثير مما مضى، لأننا في حالة كشف رقمي يوميا. طريقة التواصل اليوم مع المجتمع تجعلنا في فكرة لو بارتي كونيكتي، الحزب المرتبط او كونيكتي، المؤسسه الكونيكتي، الاداره حتى الزعيم، حتى القائد هو سيجد نفسه في وضع لو كونيكتي. سيسال عن مسار، سيسال عن ذمه نضاليه، سيسال عن قدره على الصمود في الساعات الصعبه. اننا الان يجب ان نقف اولا عند حقيقه أزمة حزبنا اليوم. حقيقة أزمة حزبنا اليوم أنها تغولت الاستراتيجيات الفردية بشكل أصبح يثير ضبابية. لم يعد المجتمع المغربي يفهم ولا يستوعب علاقتنا لا بهويتنا ولا طبيعة تشخيصنا لأزمة بلادنا مثلا. لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعزل مستقبل أو أي مشروع لمستقبل اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خارج فكرة أساسية تهم مصداقيته ومصداقية خطابه وصورته. وكل الشكر. شكرا لكم. اش كيوقع في الاخر؟ شكرا اولا اخواني الاعزاء في المؤسسة على هذه الدعوة، وسأحاول مداخلتي مكتوبة وكتبتها تحت ضغط ربع ساعة، ولكن أتمنى أن نجيبها في ربع ساعة. ما كاش غادي نكمل شفويا. في الذكرى 30 لرحيل الزعيم الوطني التقدم عبد الرحيم بوعبيد، تزداد الحاجة إلحاحا إلى استحضار وتمثل وتجسيد ما تحلى به طيلة مساره الكفاحي الطويل من عقلانية سياسية في التحليل والتقدير، ومبدئية في اتخاذ المواقف التي تقتضيها المنعطفات الكبرى، إن على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي الحزبي. فكان بحق كما قال في حقه الراحل الوطني الأستاذ أبو بكر القادري، كان بحق الوطني الصلبة والسياسية الحكيمة والمفكر البعيد النظر. إن لغة الحوار وسلوك الانفتاح والتعاون وروح التوافق والتجميع في التعاطي مع الاختلافات داخل الحزب وبين قوى الصف الوطني الديمقراطي والواقعية البناءة في صنع القرارات هي دروس وقيم مدرسة السي عبد الرحيم، المطلوب اليوم من الحركة الاتحادية واليسار عموما تجسيدها في مواصلة نضاله من أجل دولة وطنية ديمقراطية وحديدة. ولعل المدخل الطبيعي لذلك هو فتح حوار حقيقي داخل الحركة الاتحادية يتغيى لم شملها على قاعدة رؤية مستقبلية
سياسية فكرية تنظيمية مجتمعية تعيد للحركة الاتحادية لحمتها التنظيمية وتأثيرها في الدينامية السياسية والاجتماعية وموقعها الطبيعي في بناء القطب اليساري الاشتراكي الديمقراطي الكبير. إن إنضاج هذه الرؤية يقتضي تفكيرا جماعيا يحدد حجم الاختلافات للتحكم فيها ويوضح الخيارات والأولويات المرحلية منها والبعيدة المدى لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الوطن والمجتمع والدولة، ويعيد الاعتبار بالتالي للسياسة والمصداقية للعمل الحزبي. بعد هذا التقديم سأتناول سؤال موضوع هذه الندوة ليس بتشخيص حالة البلاد ولا حالة الحزب، فقد أشبع الحزب تشخيصا ونقدا وأوضاع الحزب البلاد سأتناولها في السياق. فأي مشروع لمستقبل الاتحاد؟ قبل أن أتناول هذا السؤال لابد من ملاحظتين. أولا، من كندوى على أزمة الحزب ولا أزمة اليسار، تقول لك اليسار في العالم كله مهلوك متهالك. إن أزمة أحزاب اليسار المغربية هي مظهر من مظاهر أزمة أعمق، أزمة مركبة سياسية واقتصادية ومجتمعية وقيمية. فهي أي أزمة أحزاب اليسار مجرد المظهر السطحي المعبر عن هذه الأزمة المركبة، كما هي أيضا جزء من أزمة عامة لليسار في عالم تغول الرأسمالية المالية وهيمنة الإيديولوجيا النيوليبرالية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية المتوحشة. إن هذا الشرط الموضوعي لأزمة أحزاب اليسار هنا وهناك لا يعفي هذه الأحزاب من النقد الذاتي لأخطائها والتقييم الموضوعي والنزيه لما آلت إليه من قصور ووهن وتراجع لفعاليتها وشعبيتها. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بمغزى هذا الاهتمام والانهمام من طرف شرائح وفعالية واسعة من المجتمع المغربي بوضعية ومستقبل الاتحاد الاشتراكي. إن ذلك في نظري هو تأكيد لمكانته الرمزية في الوجدان الشعبي من جهة، وعلى أنه بالتالي ملكية وطنية عامة وشأن عام وليس مجرد شأن حزبي ضيق يهم من يحملون بطاقة العضوية دون غيرهم من المواطنين والفعاليات السياسية والثقافية والحقوقية والإعلامية ومن ترضى عليهم القيادة الحزبية. إن المغاربة يحق لهم جميعا أن يأخذوا الكلمة بحرية نقدا وتشخيصا ورفضا لأي تكريس لوضع الاتحاد الاشتراكي الحالي الذي لا يرضي يساريا ولا يمينيا ولا يسر صديقا ولا عدو ولا خصما. فالمستقبل الديمقراطي لبلدنا سيظل رهينا بوجود أحزاب قوية ومنظمة وذات امتداد في قطاعات المجتمع، ويشكل حزب الاتحاد الاشتراكي برصيده النضالي التاريخي وهويته الاشتراكية الديمقراطية الإطار المفترض فيه أن يتطالع بدور مركزي في بناء قطب سياسي اشتراكي ديمقراطي كبير. وهذا ما يتطلب منه ومن جميع الفعاليات أن تعتني بتصحيح أوضاعه الحالي على جميع المستويات السياسية والإيديولوجية والتنظيمية ليستعيد ارتباطه بالحركية المجتمعية وقواها الاجتماعية. لهذا سأركز على هذه الأربعة ديال نقط المستقبل: الجانب الإيديولوجي، الجانب السياسي، الجانب التنظيمي، وجانب مسألة العلاقة مع المجتمع والعلاقة الاجتماعية. إذن بناء على هذا سأعطي بعض العناصر الجوهرية التي تطلب تفكيرا جماعيا وانكبابا حقيقيا عليها لإعادة بناء الاتحاد وميلاد جديد له ولليسار عموما. 1. إعادة الاعتبار للفكرة الاشتراكية. الاشتراكية كاختيار فكري وإيديولوجي وكمرجعية هوياتية للحزب، بدل تعويمها في خطاب مجرد ملتبس حول الحداثة
الحدث راه في اليميني والنازي والفاشيستي. فالاشتراكية في ارتباطها العضوي بالديمقراطية هي الأفق والبديل الموضوعي للمشروع النيوليبرالي السائد وللمشروع الإسلاموي المحافظ والمنحدر مع حسن الحظ. فعلى الرغم من انهيار تجاربها، فالاشتراكية كفكرة وأفق لم تمت كما يزعم الليبراليون الجدد، وذلك لكون شرطها التاريخي ما زال قائما وبشكل أكثر شراسة، متمثلا في تغول الرأسمالية المالية وسياساتها العمومية المتوحشة والتفقيرية للشعوب. إن تحييل إيديولوجيا الاشتراكية الديمقراطية للاتحاد واليسار عموما مسألة حيوية في إعادة البناء والتوحيد، تتطلب الكثير من الاجتهاد النظري والفكري لتخليص الاشتراكية نفسها من ما لحقها من جمود ودغمائية وإغنائها بمعطيات الفكر السياسي الديمقراطي المعاصر وبتجارب مجتمعات أخرى تعيش وتواجه نفس معضلاتنا وتتطلع إلى التنمية الديمقراطية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطعيمها كذلك بعناصر من تراثنا الحضاري العربي الإسلامي التنويرية والعقلانية. في الجانب السياسي، جوج، إعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي، وذلك بالعمل على تعميق الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية في إطار من التفعيل الديمقراطي والتأويل الحداثي لدستور 2011. دستور 2011 ما كان خدموش به الآن، كتب عندنا شي واحد في التحليل السياسي للبلاد بأن دستور 11 خدامين به، خدامين بأسوأ من دستور قبل 96. ما بغيتش ندخل في التحليل الوضع السياسي. إذن حديثي مفتوح على أفقي، تفعيل مفتوح على أفق إرساء دولة الحق والقانون والحريات وفصل السلطات، تسديد على فصل السلطات، لأنه نعيش اليوم نظاما ملكيا مفرطا في التنفيذية عن سابقه. فإعادة بناء الأداة الحزبية عملية سياسية في جوهرها تقتضي مقاربة نقدية شاملة لتجربة الحزب السياسي كشرط لصياغة رؤية سياسية جديدة للمرحلة القادمة. وإذا كان هناك من درس لابد من استخلاصه منذ إجهاض تجربة التناوب سنة 2002، فهو ذلك المتعلق بالمشاركة كرقم مكمل في حكومات ائتلافية عريضة وهجينة. لقد كان لهذه المشاركة الباهتة التكميلية أفضح الأضرار على هوية الحزب وشعبيته وفعاليته وتماسكه التنظيمي. وعليه فمن شروط انبعاث جديد للاتحاد الاشتراكي تموقعه وربما لأمد طويل إلى جانب قوى اليسار في المعارضة وانخراطه الفعلي في الدينامية المجتمعية الجارية بالتأطير والتنظيم للحركات الجماهيرية بما يتيح إعادة بناء الجسور بينه وبين قاعدة الاجتماعية في مختلف قطاعات المجتمع، وما سينعكس بالتالي إيجابا على موازين القوى السياسية والاجتماعية لصالح التقدم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. ولا شك في أن التوجه السياسي والمجتمعي المطلوب في المرحلة القادمة لا يتناقض مع دعم ما هو إيجابي في السياسة التنموية التي تقودها الدولة، سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي أو الدبلوماسي أو في مجال المشاريع الملكية الكبرى، دعما من موقع نقدي واقتراحي. فالمعارضة المطلوبة هي أيضا معارضة للعدمية والشعبوية والمزايدات الديماغوجية. إن السياق الإقليمي والجهوي والدولي الملتهب والحابب بأسوء الاحتمالات محيط بنا يطرح على البلاد تحديات كبرى، تطرح على قوى اليسار عموما مسؤولية كبرى تتمثل في تفعيل عملي لجدلية الوطني والديمقراطي بما يمكن من تعزيز المكتسبات الميدانية والسياسية والدبلوماسية في معركة السيادة على الصحراء المغربية المسترجعة من جهة، وبما يخرج مسلسل انتقال الديمقراطي من عطالته وجموده من جهة ثانية. وفي هذا السياق فإن الأولوية الراهنة واستعجالية هي المساهمة البناءة ومن موقع مستقل في درء خطر نقلي الاصطفافات
والتقاطبات الحادة في المشرق والخليج العربيين إلى منطقتنا المغاربية من طرف خصوم وحدتنا الترابية. تفاصيل تتعرفها. إنها مهمة وطنية وجهوية وإقليمية آنية كبرى من مسؤولية الاتحاد الاشتراكي وكافة قوى اليسار الديمقراطي الاضطلاع بها من خلال تفعيل الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية الشعبية وفي إطار التمسك المبدئي والسياسي والعملي بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة للاحتلال والرفض لاتفاقات التطبيع مع كيان استيطاني عدواني وعنصري. ثلاثة، استعادة الجانب الاجتماعي، استعادة مركزية المسألة الاجتماعية. لقد ارتبط وهج الاتحاد الاشتراكي واليسار عموما بتبويء المسألة الاجتماعية مكانة محورية في خطه السياسي على مدى عقود قاد فيها نضالات العمال والطلبة ومختلف القطاعات دفاعا عن الحق في الشغل والتعليم والسكن والعدالة الاجتماعية إلى آخره. ومنذ النصف الأول من تسعينات القرن الماضي بدأ تراجع موقع المسألة الاجتماعية في أولويات الحزب وباقي القوى لحساب المفاوضات السياسية التي أثمرت حكومة التناوب التوافقي بقيادة الاتحاد الاشتراكي وحلفائه في الكتلة. وإذا كانت هذه الحكومة قد حققت مكاسب اجتماعية نوعية لا يسمح المجال هنا ببسطها، فإن الحضور الحزبي التنظيمي والتعبوي والتأطيري لنضال مختلف القطاعات الاجتماعية أصبح هامشيا وباهتا على المستوى النقابي والمنظمات المهنية وفي القطاع الطلابي ليلامس اليوم الأفول والقبوع على هامش الحركات الاجتماعية حسيمة أكدز إلى آخره وأشكالها التنظيمية المبتدعة تنسيقيات المجموعات والاحتجاجية السلمية الوقفات الاعتصامات إلى آخره. وعليه فإن أي مشروع لاستعادة الامتداد الجماهيري والتنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي واليسار يرتبط بامتلاك برنامج نضالي مجتمعي يستجيب لمطالب وحاجيات كل قطاع شعبي. وفي هذا الصدد من الضروري مراجعة التجربة النقابية خاصة ما يتعلق بتوجهها الحالي المتمحور حول الطبقة الوسطى، ما قد يؤدي إلى انزلاق العمل النقابي نحو نخبوية تعزل أحزاب اليسار عن باقي الطبقات الاجتماعية وتبعدها عن هدف بناء كتلة اجتماعية شعبية واسعة وضاغطة من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية. النقطة الأخيرة الرابعة، تجديد الثقافة التنظيمية. في ضوء دروس تجربة طويلة عرفت انقسامات وانشقاقات وقصور في تجديد القيادات الحزبية وفي تأطير وتكوين القاعدة الاجتماعية للحزب، فإن سيادة وذلك بسبب سيادة وهيمنة ثقافة تنظيمية تقوم على مركزية مفرطة أصبحت اليوم عائقا في وجه تحديث الهياكل التنظيمية وفتحها على دينامية المجتمع. أقترح إذن بس ما نقراش هادشي نختصر حسيت بالوقت سي سالي. أقترح مسائل، أربع مسائل على مستوى التنظيمي. تقوية اللامركزية بما يقتضي ذلك من توسيع صلاحية الهيئات المسؤولة جهويا وإقليميا من منظمات الحزب وقطاعات مع تمكينها من الحق في المبادرة في نطاق اختصاصاتها. اعتماد ثانيا، اعتماد آلية التيارات لتدبير الاختلاف ولو أنه كاين واحد جمود واحد الحساسية شبه مطلقة داخل الحزب. أنا عشت في اللجنة التنظيمية تصاوب التقرير التنظيمي، كنت مقرر، كنت الواحد تندفع على التيارات في الولاية ديال السي عبد الواحد الراضي، وكان الرفض بالإجماع داخل الاتحاد الاشتراكي لمسألة التيارات، ولكن لا محيد عنها اليوم إذا ما أردنا تدبيرا عقلانيا وديمقراطيا وإيقافا نزيفي الانقسامات مع ضمان تمثيل التيارات. التيارات ما تجي تكتلات، المهم هذا نقاش طويل، هذا الشيء باغي تفكير جماعي، مع ضمان تمثيلها في الأجهزة القيادية بما يحفظ تماسك ووحدة الممارسة ويكرس الديمقراطية الداخلية. ثلاثة، المقترح الثالث، بناء القطاعات التنظيمات الحزبية الموازية
من شبيبية ونسائية وغيرها على قاعدة الاستقلالية في المبادرة داخل مجالاتها، داخل مجالات فعلها النضالي التعبوي التأطيري، حتى لا تتحول إلى ما هي عليه الآن، تقوم بالصخرة للقيادة، أي إلى مجرد جيوب حزبية وهياكل جامدة وذات ولاءات عمياء للمركز الذي يتحكم فيها. استعادة القيم النضالية لليسار عموما من انضباط تلقائي، أداء جدي الواجبات العضوية، إقبال على التكوين الذاتي السياسي والإيديولوجي والثقافي، الانفتاح على المحيط القريب السكني والمهني والفعل الإيجابي داخله، تلك هي القيم التي طوارت اليوم لصالح الفرداوية والانتفاعية والوصولية والزبونية، وهي أمراض كان لفشوها ضرر فادح على مصداقية العمل الحزبي والسياسي كما نعاين ذلك اليوم. أخيرا إن هذه بعض العناصر أو مجرد عناوين أقترحها للتفكير الجماعي في مستقبل الاتحاد الاشتراكي واليسار عموما، فكل واحد منها يحتاج إلى أرضية تحليلية ومفصلة. وأختم بالتشديد على أنه لا مستقبل لأي حزب اشتراكي أو فصيل يساري ديمقراطي ضمن الشروط الموضوعية والذاتية القائمة بتحدياتها وإكراهاتها غير توحيد الرؤية والممارسة والإطار التنظيمي الواحد المتعدد. فالجواب الذاتي على تراجع اليسار شعبيا وانتخابيا وإشعاعا فكريا هو العمل يدا في يد لاستنهاض قوى اجتماعية شعبية حداثية واشتراكية بالفعل بقيادتها وقواعدها، وعلينا أن نرتقي بإرادتنا نحو هذا الرهان الوجودي. السلام عليكم. كنشكر اولا المؤسسه ديال عبد الرحيم بوعبيد على الاستضافه ديالها ليا لطرح شهاده ديال مواطنه عاديه من خارج الحزب، وكنتشرف بالوجود ديالي معكم كناس مازالين في وسط الحزب وناس ربما كاين ناس اللي برا الحزب حتى هما. انا يمكن غادي نهضر على الجيلين اللي كانوا هما القوات الشعبيه اللي كتصوت على الاتحاد، يعني اللي كتصوت او اللي عازفه حاليا على التصويت. الجيل ديال الوالدين ديالي والجيران والقوات الشعبيه لواحد الوقت الستينات السبعينات حتى الثمانينات كان مازال كيصوتوا على الاتحاد بلا ما يفكروا جوج مرات على من غيصوتوا، بلا ما يعني الاختيار واضح بالنسبه لهم. في ذاك الوقت حتى الاتحاد بالنسبه ليا كيف ما كنت كنشوفو كان الناس ديالو الشخصيات ديالو واحد الاسماء كبيره، هي ماشي كبيره حاليا بالنسبه للتجربه اللي راكمات، هي في الوقت اللي كانت كانوا ناس عندهم مبادئ مكونين مزيان، عندهم واحد الرؤيه خاصه بهم، ومهما تفاوضوا في واحد المواقف كان عندهم واحد ما كيتخلاوش على ديك المبادئ ديالهم. وجيت في واحد الفتره كبنت هذاك الجيل لقيت انه والديا هما اول ناس خداو القرار انه نهائيا ما يصوتوش على الاتحاد الاشتراكي، وبعدوا تماما على الانتخابات انه يشاركوا فيها او انه يصوتوا. قرار بالنسبه لي لان كان صادم، لانه هذوك الناس ماشي من النوع اللي ما غادي يشارك في الانتخابات، وماشي من النوع اللي ياخذ قرار بحال هذاك بديك القناعه اللي كانت وبديك القوه باش خداوها. دونك هنا كانت الخطوه ديالي انا جيلي من بعد منهم باش كانت الدخله ديالي للاتحاد الاشتراكي باش نعرف واش الحزب هو ما كيشوفش هذيك القوات الشعبيه بعدات عليه وما بقاتش كتصوت، واش ما فخباروش انه كاين ناس خداو القرار وكاين ناس اللي هما الاصوات اللي كان كياخذ ما فخباروش بلي ما بقاش كيصوتوا وما فخباروش بلي خداو قرار ضده. فدخلت وهنا كانت تجربتي انا من غير الملاحظات اللي كانت عندي وهذاك التغير الواضح القيمه ديال الاتحاد الاشتراكي عند المغاربه، قلت ربما التغيير غادي يجي من الداخل، ربما خصني نشوف الحزب كيفاش كيتمشى باش نعرف
فين كاين هاد الملاحظه اللي ما لاحظهاش منين جايه؟ فوسط الحزب لقيت ناس اللي هما محترمين عن المغاربه، مي كندخل لقاء وطني كنلقاهم جادين القنت، جالسين فواحد الكرسي ما كيعطيوش رايهم، ماشي هما اللي مركزه عليهم الانظار واللي كنمشيو عندهم باش ناخذوا واحد الراي، واحد بحال الا بغيت نقول واحد تحليل الموقف معين او تحليل الوضع، واحد الوضع معين. كنلقاو واحد اصوات واحدة اخرى اللي اقل منهم خبره، اقل منهم تكوين، وهما اللي باينين في الساحه، باينين في القاعه اللي كيكونوا فيها النقاشات، لا مؤتمر لا ندوه لا سميتو. كتجي كتشوف كيفاش هاد الناس كيوصلوا لمراكز القرار وسط الحزب مثلا. كتقول كاين واحد التنظيم اللي انا غنسميه سيستيم، ربما هو عنده شي سميه اخرى وسط الحزب، بحال لاباري مثلا وسط الحزب، يعني من الفروع كيفاش كيتختاروا الناس، كيفاش كيتختاروا المؤتمرين، حتى كنمشيو لواحد المؤتمر، حتى كنختاروا الاجهزه ديال الحزب. من هنا كتلقى راه كاين واحد السيستيم واضح، ولكن هذاك السيستيم يقدر ينتج لك ناس مزيانين، ويقدر ينتج لك الناس اللي غيخرجوا على الحزب. هذاك ما غاديش يعطيك الجوده النتيجه من بعد، غادي هو نفس الطريق، تقدر تعطيك نتيجه سيئه، تقدر تعطيك نتيجه مزيانه، على حسب الرؤيه ديالك انت، على حسب النيه ديالك انت، فين باغي تمشي بداك الحزب. الا غادي نختار واحد الاسم ونحطو مقارنه مع الوضعيه ديال الحزب حاليا وشنو باغيين نتبدل فيه، نقدر ناخذ السميه ديال عبد الرحيم بوعبيد، رغم ان الفتره ديالو كانوا فيها اسماء كثيره، ولكن كنشوف ان عبد الرحيم بوعبيد الا غناخذ ثلاثه النقاط في حياته، غناخذ الموقف ديالو من الصحراء، يعني خدا واحد راي خاص به اللي مخالف للموجه السائده في ذاك الوقت. راه الدوله ديالك قاعد خداتها، هو الموقف الرسمي ديالها اللي حاليا، لو كان هذاك الموقف دابا كان كلشي الاحزاب غيخرجوا بالرؤساء ديالهم وغيقولوا فوالا حنا نلتف وراء جلاله الملك وهذا هو الراي الصحيح، ما كاينش واحد لا غيعارض ولا غيعطيك ملاحظه زائده على ذاك الراي اللي تقال ولا حتى شي حاجه. غادي يمشي كلشي في اتجاه واحد، لانه الهدف ماشي هو تعطي انت رايك بواحد المنظور خاص بك كاتحاد اشتراكي او لا خاص بك كحزب يميني او لا، غير اعطيني حاجه كتميزك كحزب على الحزب الاخر اللي معك. هنا خدا هو واحد الراي اللي ما غاديش مع الموجه السائده، وبلا ما يخالف مبادئ ديالو، وبلا ما يعني حتى في شي مواقف معينه في حياته كان كيحاول، فاش كان وزير مثلا كان كياخذ كيتفاوض في مساله معينه بلا ما يخالف مبادئه. الا كانت لي حاجه بعيده على المبادئ اللي هو كيامن بها فكيبعد على سميتو. ثاني حاجه كنت كنلاحظ في الناس القدام ديال الاتحاد الاشتراكي، كانوا عندهم واحد، اكيد كاين احلام فرديه، كل واحد فينا عنده الطموح ديالو، وكاين واحد الرؤيه جماعيه، واحد الهدف جماعي اللي غادي ليه الحزب. داك الوقت كان واضح اكثر من دابا، داك الوقت راه الوقت ديالهم توما راه كان فيهم، كان عندهم الموجه ديال الزعماء، هذا عبد الناصر زعيم وهذا تشي غيفارا زعيم وكلشي باغي يولي زعماء. دونك الحلم ديال كل واحد الفردي وديك الغرور ديالنا غيخلينا حتى حنا نحلموا نكونوا زعماء، ولكن بالموازاه مع الاحلام الفرديه كاين واحد الحلم وطني، وكاين واحد الحلم خاص بالحزب، بغينا الحزب يكون في الموقع الفلاني بالمبادئ الفلانيه، وغنناقشوا مسائل خاصه بالرؤيه ديال الحزب ديالنا اللي تحترم هاد النقطه وهاد النقطه وهاد النقطه. دونك كانوا واضحين. دابا ما كاينش هذيك هذاك التوازن ما بين الاحلام الفرديه ديال الناس وما بين الاحلام الوطنيه المجتمعيه ولا الحزبيه اللي كتخليهم عندهم واحد المبادئ خاصه بهم. كنجيو للحزب دابا كنلقاو هذاك السيستم باش كيتختاروا المؤتمرين، سيستم باش كيتكونوا الاجهزه وسط الحزب، ما عرفتش واش خصو يتبدل فيه شي حاجه، ما عرفتش واش العيب فيه او هو سليم، غير النيه باش
باش كينتج لينا واحد كيوصلنا لواحد النتيجه ربما هي اللي خاص الناس يكونوا مؤمنين بهذاك الحزب باش يعطيونا واحد النتيجه اللي ترجع الحزب الصوره اللي كان فيها. واش عندي امل ان الحزب غادي يتبدل وغادي يرجع كيف ما كان؟ ما عرفتش، ما قدرش نقول ما عنديش امل، وما قدرش نسد واحد الباب ونقول راه سفيره نهائيا ما غاديش يكون تطور في الحزب. حاليا ربما الى على المؤتمر، فالمؤتمر نفس الناس ديالو نفس هما اللي غادي تنتجوا، لانه ما كاينش اختلاف ما بين قبل ومن بعد، ما كنشوفش اختلاف. التحليل ديالي كيشبه بزاف الناس، لا اللي متعاطفين مع الحزب، لا ناس في الحزب، لا ناس اللي جمدوا عضويتهم او بعدوا على الحزب. كنلقى تحليلات معمقه جدا، لا في الكلمات ديالكم لا الكلمه ديال السيد طليمات، يعني نتج على بزاف ديال المحاولات باش الاتحاد الاشتراكي يخرج من الازمه ديالو، نتج على بزاف المحاولات بزاف الدراسات داروهم، ولكن بحال الا كتحس ان الحزب كيمشي فوق شي رمله اللي كتحرك صاب موفون، ما حدو كيحاول ينقذ راسو وما حدو كيغرق. واش فقط داخلي، واش فقط الفردانيه اللي بداو كيفكروا فيها الناس هي اللي خلاتو هكاك، او لا شي حاجه اخرى من برا الحزب ومن داخل الحزب هي اللي خلاتو يمشي؟ الى واحد الملاحظه صغيره على الكلمه ديال واحد السيد مؤخرا يمكن شي اسبوع او اسبوعين، هي المداخله ديال سي بن كيران، رغم انه في حزب من اليمين ولا ايديولوجيا بعيده على الاتحاد الاشتراكي، الا انه ذكر الاتحاد الاشتراكي ما عرفش شحال من مره. يعني بغيت نقول ان الاتحاد الاشتراكي ما كيعنيش غير الاتحاديين، لا اللي فيه ولا اللي خرجوا منه، كيعني كلشي المغاربه، هو جزء من تاريخنا حنا كمغاربه. بن كيران براسو ذكر الاتحاد باش يهضر على كيفاش كان قوي وكان غياخذ واحد المرتبه الاولى في واحد العصر، وغشوا في الانتخابات وما خداش هذيك المرحله، وعاود رجع عاوتاني وعاود جبد الاتحاد باش يهضر على القوه ديالو في الجامعات، وعاود جبدو باش يهضر على القيمه ديال الناس ديالو والقيمه ديالو اللي كانت عنده. يعني هنا كتحس انه الاتحاد براسو ما تيهمش غير الاتحاديين، تيهم كل مغربي كيف ما كانت الانتماءات ديالو، ورغم انه هو اتحادي اصلا وعاد ما عرفتش واش الاتحاديين كيبقاو اصلا اتحاديين ديما. يعني الوضع اللي فيه الاتحاد الاشتراكي والرغبه في تغيير الحاله اللي هو فيها دابا هي الرغبه ديال بزاف المغاربه، ماشي غير الاتحاديين اللي في الاتحاد، ماشي غير الاتحاديين اللي حاولوا بزاف وفي الاخر قالوا بارك علينا، هو واحد الامل ديال المغاربه كاملين اللي جات واحد الوقيته وحسوا ان الاتحاد الاشتراكي سحب منهم داك الامل، مات داك الامل في واحد الوقت. و دابا السي نجمي غادي يتكلم، ما بقات عندي جمله واحده، بقات عندي جمله واحده وهي خاص الاتحاد الاشتراكي ملي تكون شي قضيه ديال خاصه بالمغاربه وخاصه بالوقت اللي هما فيها يعطي واحد الراي بلا ما يكون مجامل. مثلا غير في 20 فبراير فاش اول خرج عليهم هو ما ساندهمش، ولكن ملي جا الخطاب وسميتو عاد بداو تيهضروا وعاد بداو تيحملوا الفكر ديال هذوك الشباب اللي خرجوا ديك في ديك الوقيته. دونك هنا ماشي غير الاتحاد الاشتراكي، ما يكونش يمشى مع الموجه، هذا المشي مع الموجه ما خصوش يبقى. اللي بغيت نقول هو انه العزوف عن عن الانتخابات ولا عن الممارسه السياسيه بالنسبه لي انا ما بقاش الهضره على العزوف، هو راه واحد السخط اللي باين ومعبر عنه من طرف المغاربه، زعما رساله واضحه لكلشي الناس اللي في السياسه، كلشي الناس اللي في الاحزاب، هذا ماشي حنا اللي ما باغينش نصوتوا، وماشي حنا اللي رافضين، متبعينها وشايفينها وغاديه وكتنزل كتنزل كتنزل. وشكرا ونخلي كلمه للسي نجمي. شكرا. شكرا جزيلا استاذه جليله. نعود مجددا الى الاستاذ حسن نجمي. وضعيه الحزب ككل ومآزقه المتعددة، والحديث يطول في الساحة السياسية على المستوى التنظيمي بالنسبة لخريطة الانتشار، تراجع علائق الأجهزة الوطنية بالأجهزة القاعدية، تزييف الأجهزة، تعيين مفتشين على المستوى الجهوي والإقليمي وحتى المحلي، وهناك أمثلة في الجديدة، في السطات، في آسفي، في طنجة إلى آخره.
تراجع محزن على مستوى الصورة والسمعة والمصداقية، ضعف الخطاب الاتحادي، إذ أصبحنا عمليا أمام لا خطاب، أمام مرقعة غير منسجمة من الأفكار ومن الآراء الشخصية. والمحور الثالث هو ما العمل؟ أي سيناريو يمكن تصوره لمستقبل الاتحاد؟ وأظن هذا هو جوهر هذا اللقاء. بخصوص النقطة الأولى، وسأتكامل بكل تأكيد مع الأخت حسناء، وأتكامل مع الأخ طليمات، وبالتأكيد سأتكامل مع باقي المداخلات الأخرى، لأننا هنا لسنا في حوار من قبيل صراع ديك، بل نحن أسرة واحدة في عائلة واحدة وفي مكان رمزي له قيمة، إذ يرتبط بذاكرتي وبتاريخ وبمسار وبتضحيات عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله. وأن نتحدث اليوم مع بعضنا البعض حول انشغال يهمنا جميعا، يهم هوياتنا ويهم ضمائرنا ويهم مسارنا ويهم مستقبل بلادنا، لابد أن نتكامل في آخر المطاف ونخرج ببعض الخلاصات تهم مستقبل حركتنا السياسية. فبخصوص النقطة الأولى، أنا شخصيا أعتبر أن الاتجاه الشخصي الذاتي إلى حد كبير نحو الترشح لولاية ثالثة هو عملية مرفوضة شكلا ومحتوى، غير قانونية وفاقدة لأصول الشرعية والمشروعية. الشرعية هي أن يظل المسؤول مكتسبا لإطار التعاقد القانوني والتنظيمي لوجوده على رأس موقع سلطة معين داخل الحزب أو داخل أي موقع من مواقع الدولة أو المجتمع. والمشروعية هي أن تتفق تصرفاته وقراراته مع أحكام الأنظمة والقوانين والأعراف والأخلاق التي تم على أساسها هذا التعاقد. وإذا نحن أمام خرق صريح واضح وملموس لأصالة ومعنى التعاقد الذي تم في المؤتمر العاشر، وحتى إذا تم التفكير في أي تغيير أو تعديل لبعض النصوص القانونية فهذه من مهام المؤتمر الذي انتخب هذا المسؤول أو ذاك. فإذا تم الإقرار بهذه التعديلات مثلا في المؤتمر 11 لا يمكن أن تطبق إلا ابتداء من المؤتمر 12 على أساس مبدأ لا رجعية القوانين. بالإضافة إلى ذلك، في المجلس الوطني للحزب الذي تم عقده لتعديل هذه النصوص القانونية لم ينعقد وفق الأصول، من 521 عضو لم يحضر منهم ولو نسبة 50% من الأعضاء. مسألة النصاب القانوني لم تتم إثارتها كما حضره العديد من الأشخاص الغرباء عن المجلس في نوع من التجيش والإنزال لأخذ صورة لقاعة ممتلئة بغير الأشخاص والأعضاء الشرعيين في المجلس. وهنا أشير إلى أن الكاتب العام لحزبنا وبعض أعضاء المكتب السياسي، ليسوا كلهم على كل حال، أحجموا عن توجيه الدعوات رسميا إلى أعضاء المجلس الوطني بمن فيهم هذا العبد الفقير كعضو مكتب سياسي وكعضو في المجلس الوطني. وهذا ما جعل عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين حجبت عنهم الدعوة يتوجهون إلى القضاء اليوم. وفعلا بدأت المحكمة الابتدائية في الرباط النظر في هذه الدعاوى المعروضة عليها. إذن ربما من المفيد ومن الحكمة ومن التعقل أن يتم التفكير جديا في تأجيل هذا المؤتمر حتى تتوفر له الشروط القانونية والقاعدة التنظيمية السليمة. فلا ينبغي القبول بحالة شادة كهذه مهينة للذات الاتحادية ولذكاء المناضلات والمناضلين. إننا أمام عملية انقلاب صريحة وواضحة وملموسة ينبغي التراجع عنها، بل ينبغي القطع مع هذا النوع من التجاوز السياسي والتنظيمي الذي يراد إحاطته بنوع من ما سماه أحد الإخوة في المجلس الوطني غير الشرعي بالأمن القانوني. قال هذه الإجراءات مؤمنة قانونية وأمنا لها كل الشروط القانونية. وأعتبر هذا الأمر خطيرا جدا في تاريخ حزبنا وفي تاريخ العمل السياسي ببلادنا، فهو في جوهره نوع من الفساد السياسي الذي يرفضه العقل والمنطق والقانون والأخلاق والأعراف والذاكرة الاتحادية. والدولة نفسها ترفض هذا الفساد، إذ سبق لصاحب الجلالة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة في 9 أكتوبر 2015
أن تحدث بصريح العبارة عندما قال غير أن ما ينبغي الانتباه إليه أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات، فالأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة وهي الضمان الحقيقي لحقوق المواطنين وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم. المؤسسة الوطنية بصفة عامة والمؤسسة الحزبية ضمنها، لأنها مرتبطة بالعمليات الانتخابية، مرتبطة بالعملية الديمقراطية، مرتبطة بالعملية السياسية، مرتبطة بالحوار بين الدولة والمجتمع، وتلعب دورا في التوسط السياسي داخل بلادنا. ولذلك فإن هذا المنظور يشمل الحياة الحزبية المغربية. وبهذا المعنى إذن يتجه الإخوان حول المؤتمر 11 في ظل هذه الشروط والظروف، أخشى أن أي حديث عن مستقبل لحزبنا سيصبح غير ذي معنى، ويمكن القول إن هذا المستقبل بهذه الروح وبهذا التوجه وبهذا الانحراف يتحول من الآن، أن المستقبل ديال الاتحاد يتحول من الآن إلى فاسد كبير. النقطة الثانية تتعلق بالحزب، هل ما زال الاتحاد الاشتراكي ممكن اليوم وفي المستقبل المنظور؟ هل ما زال بإمكاننا أن ننتظر أن ينهض الاتحاد من جديد ليستأنف مساره التاريخي؟ هل ما زال قادرا على أن ينهض بوظائفه السياسية والتنظيمية والتأطيرية والتعبوية والفكرية والثقافية والأخلاقية؟ هل ما زالت الدولة أو طرف أو أطراف داخل الدولة تحتفظ للاتحاد بقيمة معينة في تصوراتها وتطلعاتها ومهامها السياسية والدستورية؟ والحال أنها ظلت لفترة طويلة تفعل كل شيء حتى في حضور هذا الاتحاد، فما بالكم اليوم بما قد تفعله في غيابه؟ غياب الاتحاد اليوم أصبح غيابا عمليا ملموسا، حيث انزاح تماما من حقول الشباب والطلبة والنساء ومن الحقل الفكري والثقافي، وحتى على مستوى أنواع الحضور في العلاقات الخارجية، وأصبح عمليا خارج اليسار وخارج الأجيال الحقوقية الجديدة، وبعيدا عن شغالات ومطالب ومقترحات مغاربة العالم وعن استغاثات المغاربة ككل في الحسيمة، في شرادة، في زاغورة، في عدد من المناطق. كانت لغة الاتحاد ليست هي لغة الاتحاد الذي نعرفه وننتسب إليه وننحدر منه وننتمي إلى أفقه النضالي والديمقراطي. وعمليا الاتحاد خلال هذه المرحلة، وقد أشار إلى ذلك الأخ طليمات، أصبح مغيبا، لم يعد أداة للتعبير الديمقراطي ولا حاضرا بموقفه وبوجهة نظره ولا بحضوره النضال التعبوي الفعلي، لا على مستوى النقابي، لا على مستوى الاجتماعي، لا على مستوى النيابي، لا على مستوى الجامعات المحلية إلى آخر. غياب شبه كامل، حتى الذين انتخبوا باسم الاتحاد في الانتخابات لم يعد هناك أي مكان أو أفق أو لتأطيرهم ولتكوينهم. منذ انتخبت مع الإخوة في المكتب السياسي الحالي في 2017 لم ينظم لقاء واحد لتأطير الناخبين المنتخبين والمنتخبات الاتحاديين. وحتى على مستوى الخطاب، ما علاقة الاتحاد الاشتراكي اليوم بمستجدات التفكير الاشتراكي الديمقراطي واجتهادات قوى اليسار في العالم، خصوصا في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، في إسبانيا وفي أمريكا اللاتينية؟ هناك اجتهادات مهمة لم يعد لنا نوع من التواصل معها ورصدها والاستفادة منها لتطوير خطابنا، لأن الاتحاد اليوم لم يعد معنيا لا بخطاب ولا بفكر ولا بثقافة ولا بمجتمع مدني ولا بمهامه النضالية المختلفة. هل لدينا جرأة للقيام بمراجعة فكرية وبإنجاز وثيقة نقدية بروح النقد الذاتي كما أشار الأخ محمد الأشعري في كلمته الترحيبية والتقديمية، وذلك لكي نتقدم في أفقنا وفي بناء تصور استراتيجي لمستقبلنا؟ ما قيمة مكان التواصل السياسي في حزبنا
ما قيمة الإعلام الاتحادي اليوم، ولا أريد مطلقا أن يفهم من هنا من كلامي أنني أؤاخذ زملائي في الصحافة الاتحادية في ليبراسيون أو في الاتحاد من حيث ممارستهم المهنية وأدائهم الصحفي، فالقاطرة حين تكون معطوبة لا يمكن لعربات القطار أن تتحرك، وقد كنت واحدا منهم وأعرف حجم الضغط الذي يشتغلون تحته في عملهم اليومي في تلك المحرقة اليومية. الاتحاد يعاني في العمق من مآزق ذاتية، لكن أيضا من تبعات وانعكاسات ظاهرة كونية تمس الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، بل تمس اليسار ككل، وأكثر من ذلك تمس الفكرة الديمقراطية في جوهرها، ومن ثم تمس الفكرة الاشتراكية الديمقراطية عموما. وقد لاحظنا كلنا أن الاتحاد في السنوات القليلة الأخيرة على مستوى الخطاب والموقف والرؤية والأداء، خصوصا الأداء الانتخابي، لم يعد أداة كما سبق القول للتعبير الديمقراطي، وفشل في إعادة بناء ذاته، فشل في التوجه نحو مصالحة داخلية تعيد الثقة والأمل إلى النفوس، وتعيد بنات وأبناء الاتحاد إلى بيتهم الجماعي. والأسف لا أحد ينجو من آثاره المخربة كما قال غارسيا ماركيز مرته. ولم يعد سي حسن، معذرة على المقاطعة، لكن الوقت ربما يشرف على الانتهاء. ايوا خصني ندير بعض لي سيناريو على الاقل، تعطيني واحد الخمس دقائق رجاء باش نكونوا متمرين وما نكونش حضورنا استعراضي. ديروا جوج دقائق على الاكثر. انا غنقز شويه، نقفز على بعض الفقرات اذا سمحتي. مستقبل العيال إلى حزب صغير متواضع في الدرجة الخامسة، ويراد له اليوم أن يتحول إلى قطعة متحفية أو قطعة متلاشية من تاريخ انتهت صلاحيته، وهذا ما علينا أن نرفضه وأن نقاومه. وفي تقدير أن اتحادا اشتراكيا قويا متجددا كلها، وقد أشار إلى أخي طليمات، وأقول رأيي هذا بكل وضوح وبكل مسؤولية، لأن المستقبل إذا مشينا في هذا التوجه لغادي نحو المؤتمر 11 ما كاينش مستقبل للاتحاد. هناك بعض التصورات والسيناريوهات اللي كتروج اليوم في صفوفنا كاتحاديين. أولا، السيناريو الأول، بعض الإخوة يخشوا من مزيد من الانفجار ديال الحزب ومن تشتت ديال الاتحاديين من جديد، ولذلك كيقولوا اتصلوا بيا وقالوا لي أنه من الأحسن لندع هذه المرحلة هذه بتفريخ داخل الحزب بعدد من الوافدين الجدد إلى آخره، على أن نظل داخل حزبنا في انتظار تطورات واقعنا السياسي والتنظيمي، ولا ينبغي أن نفرغ حزبنا ونتركه لشخص يستأثر به وحده ويستعمل الكادر لفائدته وفائدة عائلته وجماعته، وهذا نوع في تقدير نوع من الانتظارية. السيناريو الثاني وهو مقاومة هذا الانقلاب بالترشح النضالي والرمزي وليس بأرانب سباق وخوض معركة قانونية قضائية يفترض أن تنهض فيها المؤسسة القضائية الوطنية بأدوارها السياسية والقانونية وباستقلاليتها في حماية القانون. لحظة، عفوا أستاذ نجمين، تعال الوقت بقي السيناريو الأخير وهو الأساس. السيناريو الأخير وهو اللي كان أعتبره جوهر دي المداخلة دي، وتمثل روح هذا الوجهة النظر، تمثل روح وديناميه انتفاضه ديال 30 يوليو 72، واجتماع اللجنه المركزيه الشهيره سنه 74، والمؤتمر الاستثنائي في يناير 75، طبعا مع اعتبار الفارق الزمني والتاريخي واختلاف السياقات، لكن بروح جديده متجدده، بتعاقد اتحادي جديد، بتقرير مذهبي جديد، بعمق فكري نقدي ونقد ذاتي تاريخي وأخلاقي، بقيادة يتضافر فيها البعد التاريخي والرأسمال الرمزي ورصيد الحركة الاتحادية كلها، مع رؤى وتطلعات الشباب والنساء اليوم في ظل تطور الخطابات والأفكار والمفاهيم. شكرا سي حسن، تعال وقت الإرادات الاتحادية المؤمنة بمستقبل الاتحاد للانخراط في عمل تنظيمي تعبوي إعلامي تواصلي في أفق تجاوز الانحراف الحالي وتصحيح المسار التاريخي والفكري والإيديولوجي للاتحاد والمضيء للمستقبل بنفس قوي وبصورة جديدة، ونترك الموتى يدفنون موتاهم
ولنترك من أكل وقته ويريد أن يفترس وقت الآخرين والأخريات لننفتح الاجتهادات الجديدة في الفكر الاشتراكي الديمقراطي في العالم المعاصر وننخرط في أجيال مفاهيمية جديدة وجيل جديد من المقترحات السياسية. وأقترع على الإخوة في المؤسسة شكرا جزيلا سي حسن أن النقاش يستمر ما يكونش هاد الندوة توقف غير هاد التدخلات يستمر النقاش وندير جلسات عمل حول أمور عملية ونفكروا في لحظة جديدة لأن الاتحاد محتاج الشعب المغربي محتاج حتى الدولة نفسها سي حسن ربما راه الوقت تم التجاوز ديالو بشكل كبير ندوزوك بقى عندنا مداخلات ديال 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 قيادات أخرى ربما مع الزملاء التقنيين شكرا شكرا جزيلا أستاذ أستاذة بشرى الكلمة لك وهي شابة هي الأخرى شابة ربما تعطينا نظرة من خارج تنظيم الاتحاد وأوضاع الاتحاد وربما أمور الاتحاد وكذلك القراءة ديالها للوضعية السياسية والاقتصادية للمغرب تفضلوا أستاذة السلام عليكم كنتمنى يكون الصوت مسموع مسموع بشكل جيد تفضلوا أستاذة داكور ألور بداية أشكر الإخوة في مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على الاستضافة الكريمة وأحييهم على هذا الوفاء لأحد أهرامات النضال الاتحادي كما أعتبر هذا اللقاء وهذه المناسبة محطة مهمة جدا لأن أولا جديد الوفاء للشخص عبد الرحيم بوعبيد ولما قدمه نظر لما قدمه للوطن والمواطنين والفكرة الاتحادية ككل ثم هي فرصة أو محطة لإعادة التفكير في مستقبل الاتحاد الاشتراكي مستقبل الاتحاد الاشتراكي خاصة في هذه الظروف اللي كيعيشها دابا بون بيان سور انا ما غاديش نحكي لي طاديليو لان اي واحد لقيتيه في الشارع سولتيه كيفاش راه داير الاتحاد الاشتراكي غادي يقول لك راه في تدهور مستمر وداك الضوء اللي كان عنده راه غادي كيطفى ولكن حنايا الدور ديالنا كاتحاديين هو انه خصنا نحاولوا نعيدوا له هذاك الاشاع ديالو وما نبقاوش كنتفكروا الامجاد ديالو واحد النهار كان واحد الناس عايشين مزيان كان الاتحاد الاشتراكي في واحد لا سيتوياسيون اللي هي زوينه اي تو مي اون فو ريفيف هذاك لا بيريود دونك باش نعاودو نحيوها خصنا نديرو واحد الخريطه ديال الطريق ولا نرسمو واحد المعالم ديال الوجه الاتحادي الجديد واللي انا كنقترحها في هذه الحلول اللي غادي نبروبوزيها على 3 اكس اللي هما اساسيين الاكس الاول غادي يكون كيتحدث على الفكره الاتحاديه او البدء الاتحادي وتم وقوع ديالو في الحزب ثم لاكس الثاني غادي يمشي على الاستقطاب في الحزب كيفاش ولا ولاكس الثالث غادي يمشي على لاكتيفيتي ديال الحزب النشاط الحزبي كيفاش ولا شنو خصنا نديرو فيه باش نعاودو نرجعو الحزب للامجاد ديالو الوغ بالنسبه للفكره الاتحاديه او للمبادئ الاتحاديه حنا كنلاحظوا انه تم التخلي عنها بكل زعما موضوعيه وبكل صراحه وبكل شفافيه بحيث اننا كلنا كنشوفوا شي 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 واحد كيكون هنايا في الحزب وما عندوش المبادئ الاتحاديه والمبادئ اليساريه وداك داك الشيء اللي كان عند الزعيم بوعبيد وعند الناس اللي استشهدوا واللي مشاو للاعتقالات واللي مهم نضلوا على هذا الوطن باش وصلوا لهذاك الاشاع اللي كان وصلوا لان الاشاع اللي وصلوا للحزب راه ما جاش ضربه حظ ولا بنادم نعسو فاق ولقى الحزب هكذا مزيان راه الناس ضحاو والناس كانوا عندهم ديك الشخصيه اليساريه والاتحاديه والمبادئ والقيم الاتحاديه اللي خلات الناس تعلق بهذا القاده هذو هذا الشيء ما بقاش دونك الحل حيت غنمشيو غير بالمنطق ديال الماط غادي نمشيو بالبي لو بي باغ الحل هو اولا يجب التشبث والتمسك بالمبادئ اليساريه الاتحاديه وعدم تسبيق المصلحه الشخصيه على مصلحه الوطن والمواطن لان حنايا هنايا خدامين على مصلحه ديال الوطن والمواطن ما خدامينش على المصلحه الشخصيه دونك منين نوليو نحسمو في هاد النقطه هادي غادي يولي الحسم في الاشخاص ملي كنقول الحسم في الاشخاص صدر الانسان اللي كنشوفو انه صالح للحزب ديال الاتحاد الاشتراكي سواء عندي معاه صراعات شخصيه ولا ما عنديش دونك انا متشبت بالفكره الاتحاديه ديالي نستقبلو في الحزب ديالي لان غادي يخدم لي المصلحه ديال الحزب ما غاديش نبقى نتبع انا ديك الساعه تما الصراعات ديك الشخصيه عاود واحد الانسان اللي ما كيخدمنيش المصلحه ديال الحزب وما كيخدمش المصلحه ديال النهج اللي حنا غادي ندير اللي هو النهج الديمقراطي والاهداف والغايات ديال الحزب هذا كيمشي يروح واخا يكون الاخ ديالي ولا الاب ديالي إذن الحسم في الأشخاص هذا نقطة مهمة جدا نحن لا نريد أشخاص يلطخون صورة الحزب بالتدجين وبالمخزنة كما أننا لا نريد للحزب أن يتحول إلى دكان سياسي يستقطب الأعيان هاد القضية هذه تجي عن طريق الاحتكام لقوانين الحزب إحنا ولينا كنلاحظوا مؤخرا
انه ولات كتبدل القوانين ديال الحزب باش نحافظوا على اشخاص معينين، وهنا العهده الثالثه اللي راها على الابواب، هذه راه ضرب صارخ في الديمقراطيه. ملي كتجي دير العهده الثالثه شنو راه خصك تجدد وخصك تبدل وخصك مهم. اذا خصني نحافظ على هذا التمسك بالمبادئ ديال 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 الفكره الاتحاديه والقيم اليساريه. ثم لاكس الثاني اللي هو لاكس ديال الاستقطاب. الاستقطاب حنا كنلاحظوا ان الحزب ديالنا بقى عنده ذاك الاستقطاب التقليدي، حيت اننا حتى كيقرب مثلا الحمله الانتخابيه ولا هذه ولا حتى بلا ما يقرب، يعني ملي كنبغيو نهضروا مع المواطن هز الباج ديال الاتحاد الاشتراكي وسير عنده وقول له اجي تمشي عندي الحزب ديالي. ان المواطن بما ان راه عنده واحد العزوف على السياسه والعزوف على العمل السياسي وعلى الحزب وعلى هذا، ما غاديش يسمع لك، ما غاديش اصلا يتسوق لك، خاصه كما قلنا انه كاين شي اشخاص كيمثلوا الحزب اسوء تمثيل. فانا كنقترح انه يولي عندنا الاستقطاب بالمواقف وبالقيم. ما يعني ذلك؟ انه انا كانسان اتحادي نكون مشبع بذوك القيم الاتحاديه والقيم ديال انني مثلا الانسان تحقر قدامي انا غادي ندافع عليه. الكرامه الاجتماعيه غنحاول ما يمكن نضمنها له. شي حاجه ديال الحقره ديال التهميش غادي نحاول ما يمكن اني نحيدها. يعني جو رياجي، كون جو رياجي اي واحد كيفريكونتيك راه هو غادي يلاحظ هذا الشخص هذا راه زعما قدوه مزيانه، غيجي هو اوتوماتيكمون يسولك انت شمن حزب كتنتمي ليه، انت شمن نقابه معاه، هو كيسقسيك كتقول له انا مع هذا، يقول لك جو فخي غادي ندير لا ميم شوز. دونك الاستقطاب خصو يكون كما قلت قيمي وبالمواقف. ثم الاستقطاب الالكتروني، حنا في واحد العصر ديال الرقمنه، وغتلاحظوا انه كاين شي اشخاص في الفيسبوك ولا في الريزو سوسيو اللي عنده مثلا مليون متابع 50000 متابع زعما كيوصل ليها فاسيلمون. الوغ هاد الناس هادو علاش حنا ما كنستقطبوهمش في الحزب وما كنستغلو ما كنستغلوش هذاك الشعبيه اللي عندهم باش يكونوا في الخدمه ديال الشعب بالخدمه ديال الحزب. هذا الشيء ابار انه الحزب ديجا ما كيديرش ليزاكتيفيتي ديالو في لي ريزو سوسيو، حيت انه مثلا ملي كنمشيو لاباج انستغرام ولا لاباج فيسبوك كيطلعوا لينا دوطخ باج اللي هما ديال اوتر اكتيفيتي، داكشي اقتصاد ولا شي حاجه ما عندوش، ما كاينش كاع داكشي ديال الحزب ما كيطلعش. يعني حنا مازال مقتصرين على ديك التمثيليه التقليديه ديال الحزب، ديال سير غير المؤتمر سير غير المقر وهذه باش دونك يلفو خص ضروري نرجعوا لهاد التمثيليه الالكترونيه والرقمنه ديال لي زاكتيفيتي ديال الحزب. لان اليبوك راه كان الجورنال هو اللي كيخدم الحزب في هذا الشيء، لان كان كثرت ما كيأثر على الناس المخزن ديك الساعه وصلت به انه الا شافك شريتي الجورنال ديال الاتحاد الاشتراكي ولا ديال المحرر صافي كتولي فهمتي منو مر. دابا يخص هذيك لاباج حتى هي تولي كتاثر كما كان كيأثر الجورنال قبل، باسكو دابا الجورنال مابقاش عنده التاثير بزاف. دونك ولات الصحافه الرقميه هي اللي كثر، دونك خصنا نرجعوا لهذا الاستقطاب الالكتروني. ثم نمشيو لاكس لو ديرني لاكس الاخر اللي هو العمل الحزبي ولا ليزاكتيفيتي ديال الحزب. اون بو با ني هذوك المنظمات وكاع التنظيمات وكاع المؤسسات وكاع الامور اللي من شانها انها تخدم في المصلحه ديال حقوق المواطن وفي العمل الحقوقي في هذا، لان شفنا في التجربه ديال 20 فبراير انه هذوك المنظمات الحقوقيه هما اللي عاونوا باش قامت الانتفاضه. دونك حنا كحزب خصنا ننسقوا مع هاد الحلفاء هادو في كل ما هو حقوق المواطن، وذلك عن طريق بناء ميثاق للعمل معها وللعمل من داخلها. خصني نخدم معاه ونخدم من داخله. مثلا جي عندي هذيك الجمعيه اللي كتشوف لك هذه، الا كان شي حاجه ديال النهب ولا شي حاجه ديال اختلاس الميزانيه ولا شي حاجه ديال الريع ولا كذا، راه هي غادي تحاسبك الاولى. دونك هنا كنضمن النظافه والنزاهه في العمل ديالي. بون بيان سور غادي نخدم معاهم حتى في المسائل الحقوقيه وكل شيء، يعني حيت ماشي غير الحزب اللي كيمشي لهذا الاتجاه هذا، وانما كاين بزاف ديال الحلفاء اللي كيخدموا في هذا الشيء. دونك نحاول ما يمكن اني نخدم معاهم وندير معاهم التنسيق. ثم النقطه الثانيه في هذا السياق ديال ليزاكتيفيتي هي الديمقراطيه ديال القرب. الديمقراطيه ديال القرب راه ولات منعدمه بكل صراحه، ما بقيناش كنشوفوا اتحاديين كيقربوا للمواطن. الجوج ديال لي سامبتوم اللي كيقول لك ان هذا الشيء كاين، وانه المواطن الا بقيتي كتلاحظ غادي تلاحظ ديرنييرمون انه ما تلمو ما لقاش اللي يسمع له، ما لقاش الاذن اللي غادي تسمع الصوت ديالو وتوصل الميساج ديالو، ولا لا ابسط حاجه كيهبط للشارع يمانيفيستي بلا 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 قائد بلا حتى شي حاجه. زادوا له الساعه الصيفيه يمشي يهبط للشارع، بدلوا له الامتحان الموحد يهبط للشارع، المهم على ابسط حاجه كتستدير.
عنده واحد الحاجه انه يصرخ نورمالمون، ما خصوش يهود زعما هو يبين فري عنده الحق الاحتياج وكذا، ولكن ما يوصلش حتى ينوض يغوت في الشارع هكاك بوحدو، يهضر مع الناس ديالو اللي غادي يمثلوه وكذا، ما يوصلوا الشعب ديالو. ثم الاعتراف ديال صاحب الجلاله اللي قال لك انه الاحزاب السياسيه ما بقاش كدير الدور ديالها، ونزل علينا بالنموذج التنموي واللجنه ديال النموذج التنموي، صادر الاحزاب ما بقاش كدير الخدمه ديالها. الا فري هاد 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 الاجراء هذا ديال النموذج التنموي اللجنه ديال النموذج التنموي هو واحد الضرب صارخ في المسار الديمقراطي وفي النهج الديمقراطي، وفهذا لان حيدنا لهم كاع داكشي ديالهم الاحزاب السياسيه. ولكن احنا عن طريق هذا الشيء راه كنشوفوا التراجع للوراء اللي رجعنا في المطالب ديالنا. واحد الوقيته كنا كنطلبوا بملكيه البرلمانيه، دابا ولينا كنطلبوا بعدا غير نحيدوا هذه اللجنه هذه ولا نخدموا معاها اون باراليل ولا شي حاجه. دونك هاد ديمقراطيه القرب راه كتاثر بواحد الشكل تري دونجورو على 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 الحزب. ثم يجب ان يكون الحزب نشيطا على مدار السنه، حيت النشاط على مدار السنه ما تبقاش تقتصر غير على ديك لا بيريود ديال الانتخابات، كتحيد لك جوج ديال المشاكل الاساسيه، وهي اولا هذاك الانسان اللي بعدا ماشي نزيه وكيجي يخدم غير في الانتخابات وغيعطيك 200 درهم باش يشري اصوات، هذا ما يمكنش يخدم ديورون لاني باسكو ما يقدرش يفورني العام كامل هو كيفورني 200 درهم. شوفوا دونك هذوك الناس بعدا بحال هذوك كنيليمينيهم، وحنا كننظفوا الحزب راه محتاج للتنظيف، خصنا نقيوه باش نزيدوا لقدام. اما هذاك الشيء ديال بقاو نرفعوا الشعارات الخاويين نيطوي بعدا الحزب وحن الله. دونك العمل خصو يكون كما قلت على مدار السنه، وهذيك العمل على مدار السنه كيخلق لك حتى التفاعل مع المواطن، وكيخلق لك القرب مع المواطن، وكيخلق لك الاشهار للحزب وامور كثيره. اما المواطن ملي كتهضر معاه وكيقول لك انا الحزب كنسمع الصوت ديالو غير من الحمله الانتخابيه باش غادي تجيستيفي بيرسونيلمون، ما كنقول لهم. دونك لي زاكتيفيتي بيان سور مي غادي يكونوا على مدار السنه، عندها كما قلت البوان الثاني ديالها، يعني لافونتاج بلوتو الثاني ديالها، وانه حتى هاد الناس اللي هما اكتيف في الحزب كيبقى ديما خدام، دونك هنا كيكون التاثير، لان غادي نلاحظوا انه الشباب ديال 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 الحزب ما عندناش تاثير، كيمشيو غير على الله. بطبيعه الحال انت ملي كتمشي في واحد الحزب ولا في واحد العمل سياسي كتخدم شي حاجه هكذا مع النظام، راه كتلعب مع الشطرنج، خاصك اي تحرك درتيه يكون عارف علاش وكيفاش ووقتاش، سورتو في واحد البلد اللي هو لي بورت ديال السجن ديالو مفتوحين، فهمتي، ديما موجودين معاك، كتكتب تدوينه في فيسبوك معاك كتمشي تما ديريكت، معتقلين ديال الراي العام راهم اغوغو. دونك جو نو بونس با بلي كاين شي شاب اللي ما مطر ما حتى شي حاجه غادي يزعم ولا غادي تكون عنده ديك لوداز انه يمشي يدخل هكا في العمل السياسي ديريكت ويساكريفي ودير تضحيات، لان داكشي كيشكل خطوره عليه. دونك بار كونتر الى الجيل اللي قديم دار تاثير الشباب وحتى المراه، لان دابا حنا عاوتاني مشينا خص حتى المراه تحمل المشعل، الى درنا تاثير غادي يكون دونك التجيل ديال المشعل غادي يبقى هذاك المشعل ديال الحزب الاشتراكي في الاتحاد الاشتراكي كيفوت من جيل لجيل، وبالتالي ملي كندير تجيل ديال المشعل كنضمن انه ديما هذاك النور ديال داك المشعل غادي يبقى ديما عاطي الضوء ديالو. بل النقطه الثالثه في هذا لاكس هذا، وهي العوده الى التغلغل الى القوات الشعبيه. انا جو فيان دو فيغيل، والاقليم ديالنا تما عندنا تما مثلا الناس اللي عايشين دوك لي نوماد اللي عايشين في هذيك الخيمه، واحد الحاله ديال التهميش والتفقير والقساوه ديال المناخ، المهم كلشي مجموع عليهم، هما راه ما محتاجينش واحد الحزب اللي كيهضر معاهم من الرباط ولا من جي سي با من طنجه ويقول لهم حنا محتاجين الملكيه البرلمانيه، دوك الشعار كبر، هو محتاج شي واحد يسمع له ويحيد عليه بعدا غير داك الجوع اللي كيعيشو، داك الفقر المدقع اللي كيعيشو، داك السباط ما لقاش باش يتمشى به في داك الثلج وداك البرد. دونك هاد واحد الوقيته المرحوم يوسف راه كان هبط حتى لفيكيك ويلا فريكونتي لي زاليف ديال ايكول بريمير، دونك افو ديماجيني ولا دوفوار تغلغل حتى فين كان واصل، كنمشي حتى لدوك البلايص اللي نائيه واللي ما واصلش ليها الضوء والماء، وكنقرب للمواطن هكذا باش غادي تجيب الشعبيه ديالي، وهكذا باش غنكسب حب المواطن، وهكذا باش غادي نكسب الشرعيه ديالي. اما انني نقتصر المركزيه على الحزب ونمشي نتمركز غير في الرباط، هنا حتى الا كنتي باغي دير شي حاجه كتولي تعكز عليها بكل صراحه. خصنا اللامركزيه في العمل الحزبي،
وبالنسبة للمسألة التنظيمية راه خصها واحد الرؤية تجديدية بما يتلائم مع الخصوصيات المجالية لكل منطقة مع ضمان المرونة في التنظيم. كل منطقة خص تكون عندها واحد الطريقة باش نسير الحزب ديالها فيها، وهذا لأن تسير الإقليم ديال فيكي ماشي هو تسير منطقة الريف، ماشي هو تسير الصحراء، ماشي هو تسير طنجة، يا سيدي تبيت. وكيف ما قلت الحزب خص يبقى التأثير ديالو ولا الكونتاكت معاه كيوصل كيبقى يوصل حتى لهذوك المناطق النائية. هذوك هما اللي محتاجين نورمالمون الحزب، ومحتاجين الناس اللي غادي تدافع على الحقوق ديالهم وغادي تناضل عليهم. هذاك هو النظام ديال بصح. أما هذاك اللي في المدينة راه كيعرف الشغل ديالو، كيعرف الحقوق ديالو، هو كيديسيدي واش يسمح بالحقوق صافي ويبقى تابع غير الخدمة والرأسمالية، ولا يمشي يطالب بالحقوق ويبغي يعيش عيش، حيت كاين اللي بريفير با هذاك العيش الكريم، وهمو مثلا غير يخدم وصافي وطالب غير التعادل. من الناس اللي لنا في هذوك المناطق النائيه اللي كنشوفوهم كيتصوروا مع القفه ديال رمضان، هذوك اللي محتاجين اللي غادي يهضر عليهم، دونك الحزب خصو يوصل لهذوك. التاثير السياسي كما قلنا مع المراه والشباب، والتمثيليه الحكوميه خصها تولي عندنا وسيله فقط وليست غايه. مالوريزمون دابا ولينا كنشوفوها هي الهدف الاسمى ديال البعض، وهذا الشيء اللي راه كيقتل الحزب وكيقتل الضوء ديالو وكيقتل داك الصوره ديالو. تهضر مع مواطن في الزنقة أنا بورت كيقول لك هو فلان غير باغي حقيبة وزارية، راه مصيبة. فوقاش كان العمل ديال الاتحاد الاشتراكي ولا العمل اليساري الهدف ديالو ولا الغاية ديالو فيناليتي ديالو هي أنه نوصل للتمثيلية الحكومية ولا نوصل أنني نكون وزير، وراه تدار باش يخدم الطبقة الشعبية وباش يخدم المواطنين المصلحة ديالهم ويحقق المبادئ الجميلة ديال التيار اليساري وديال ويمشي في النهج الديمقراطي. حنايا دابا انا كاريمون بليسا، ولينا كل واحد كيضرب غير على راسو، اون فان كونت ما درنا حتى شي حاجه. ودابا بون اون فا ايسيي ان شاء الله باش نتدارك كل موقف، ولكن اون دي لا فيريتي، النضال راه ماشي هو هكاك. والبلاد راه فيها واحد الميزان، عندها جوج ديال الكفات، عندك هنا الطبقه الحاكمه وهنا عندك الطبقه الشعبيه. شكرا جزيلا استاذة بشرى، انتهى الوقت. كانت معنا بشرى استاذة التعليم من مدينة الناظور. ربما المداخلة جاءت في اطار انفتاح المؤسسة ديال عبد الرحيم بوعبيد على الشباب الاتحادي، وكانت عبرت على مواقف ربما. مروا الان استاذ الشامي، تفضلوا استاذ الشامي. بغيت عمي 17 دقيقة علمني الله يرحم باك. سيدي الأستاذ نبدا ولا لا؟ شكرا شكرا للإخوة في مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على دعوتي للمشاركة في هذا اللقاء كمناضل اتحادي. أنا هنا اليوم باش نتقاسم معكم رؤية وأفكار حول مستقبل نتاع الاتحاد، لأني أحب هذا الحزب. أنا هذا الحزب تزاديت فيه وكبرت فيه، وقال لي الوليد تسميت فيه، حيت قال لي بأن ذاك الكبش اللي كان باش تسمى ذبحو الفقي البصري الله يرحمه، وعمرة تنتسأل واش الفقي ما دوزليش شي حاجة من ذاك الروح الثورية ديالو. ولكن هذا السؤال غادي يبقى على عن خلال من خلال ذاك الكبش، ولكن هذا السؤال يبقى مفتوح. هو الحزب بالطبع حزب الوليد، ولكن حزب السي عبد الرحيم، حزب عمر بن جلون، حزب عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمهم جميعا، حزب محمد اليازغي الله يطول العمر، وحزب مناضلات ومناضلين اخرين. في الحقيقه هو حزب تاع المغاربه كاملين، حيت بفضل نضالات وتضحيات الاتحاديين والاتحاديات طورت حقوق الإنسان في هذه البلاد، ديمقراطية في هذه البلاد، وأيضا دولة الحق والقانون. ولهذا كمناضل اتحادي بغيت نساهم في هذا النقاش حول هذا الهاجس اللي تيجمعنا اليوم، وهو النهوض بدور ومكانة الاتحاد في المستقبل. في الحقيقة هو صعيب جدا باش نحدد بدقة مشروع الاتحاد نتاع الغد، تنصوروه وتنفكروا فيه جميعا، وذلك راجع إلى سببين. أولا 15 دقيقة دابا ولات 20، تنشكرك على الخمسة دقائق الزائدة. ثانيا كل مشروع في هذا الحجم هذا خصهم يساهموا فيه جميع الاتحاديات والاتحادين،
حيث تنظن بأن الذكاء الجماعي أقوى بكثير من الذكاء الفردي، ولكن لا بس باش نقدم الخطوط العريضة ديال هذا المشروع. أولا سبب الوجود، ولا الناس يعيطوا له خط سياسي، يعيطوا سبب الوجود، شكون حنا، من نكون، وبالتالي الحزب خصو يحدد علاش هو كاين، اي سبب، اي سبب الوجود. واش الحزب ماكينه انتخابيه خصها تجيب مقاعد في البرلمان باش تكمل تكون مكمله للحكومه، او لتدبير بعض الجماعات الترابيه هنا وهناك؟ بالطبع الجواب هو لا، حنا ماشي ماكينه انتخابيه. الاتحاد كاين باش جميع المغاربه يتمتعوا بنفس الحقوق السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الثقافيه، البيئيه. الحزب ديالنا كاين باش كل مواطن ومواطنه تكون عندهم فرصه لبناء مستقبل لائق عن طريق الاراده الشخصيه والعمل، وعن طريق ايضا الانصاف والتضامن بين الطبقات والمجالات الترابيه وبين الاجيال. الحزب ديالنا كاين لتعزيز الديمقراطيه ودوله الحق والقانون، وخصنا نعترفوا بان اليوم كاين تراجع في هذه الحريات، وبان قليله الاصوات الحزبيه لتقول حذاري من هذا التراجع. الحزب ديالنا كاين باش يدافع بالاساس على الطبقات الشعبيه، على الفئات الهشه، على المعوزين، على الاشخاص في حاله اعاقه. الحزب ديالنا خصو يحمل افكار تاع التقدم، لي زيدي دو بروغري، ما قلتش التقدميه، فيما يخص دور المراه في المجتمع والحريات الفرديه والجماعيه والنضال الايكولوجي. ما يمكنش اليوم حزب اشتراكي تيشوف في المستقبل بلا ما يضم هذا البعد الايكولوجي الكوني في المشروع ديالو. اذا كانت معركه الامس تاع الاتحاد كانت معركه ضد الاستبداد السياسي لما بقاش، فمعركه اليوم والغد هي معركه المساواه، معركه المساواه في الحقوق، في الحريات بين الرجل والمراه، بين المجالات الترابيه. معركه اليوم والغد هي معركه ضد الفوارق الاجتماعيه، هي معركه ضد اقتصاد الريع، ضد تنازع المصالح. لهذا خصص يكون واحد التحيين للمرجعيه الايديولوجيه ديالنا، خصوصا وان المغرب يتغير والعالم في تحول مستمر. فندوز النقطه الثانيه هي ميثاق القيم. بعد ما حددنا سبب الوجود، شكون حنا، علاش حنا موجودين، خصنا نوضعوا ميثاق ديال القيم. وعلاش هذه الاتحاديه، هذا ميثاق القيم الاتحاديه مهم جدا، حيث هو اللي يكون البوصله، لا بوصول ولا جي بي اس ديال الحزب في جميع اللحظات والمواقف، وخاصه في اللحظات الصعبه تنحتكم به وتنحتكم اليه. لان عندنا تيكون عندنا الشك او تردد فيما يخص اتخاذ موقف معين، وهذا الميثاق، هذا الشيء علاش عجبني فكرت في هذا الميثاق، هذا الميثاق تيحمينا من التدخلات الخارجيه من اي جهه كانت، من اللوبيات او هيئات سياسيه اخرى، وتيحسن استقلاليه القرار الحزبي. علاش؟ حيت اللي بغى يتصل بك شي واحد وبغى يعطيك شي توجه معين، غتقول له هذا الشيء ضد القيم ديالي، واللي كان داك مع القيم تا اللي خص تاخذ المبادره باش تمشي في هذا الاتجاه هذا بلا ما يعيط لك اي واحد. بالطبع هذا القيام خاص جميع الاتحاديات والاتحاديين يتفقوا عليهم، يتفقوا عليه، ولكن كاين واحد القاعده، ان سوكل، اعتقد انها اساسيه، قيم النزاهه، لانتيغريتي، قيم الانصاف، ليكيتي، قيم الادماج، لانكلوزيفيتي، نتهضر على لانكلوزيفيتي نتاع الانسان ونتاع الاستدامه ايضا، فيها الطرف فيها بعد تاع الاستدامه، القدره على الصمود، لا ريزيليونس، روح المبارره، ليسبري دينيسياتيف، كما قال السي عبد الرحيم الله يرحمه، السياسه اخلاق. وهذه البلاد هذه مع الاسف من الازمات اللي تتعرف هي الازمه نتاع القيم. ندوز النقطه الثالثه هو التنظيم. هضرت على سبب الوجود، الميثاق، القيم، غادي نوقف على التنظيم الحزبي، وغادي نعطي بالطبع فقط بعض الافكار التوجيهيه، دي زيدي دايركتريس، ما ندخلش اليوم في هذاك نتاع القيم.
اولا تنقول بان خص الحزب يتواجد في مجموع التراب الوطني. ملي تاخدينا الانتخابات الجمعيه السابقه 51% لا كوفيرتور اللي كانت عندنا، كاين بعض الاحزاب اللي كانت عندهم 100%. ثانيا الديمقراطيه الداخليه، احترام النظام الالي، تدبير الاختلاف في اطار الخط السياسي والمرجعيه ديال الحزب. الاختلاف نتاع الاختلاف هو نتاع النظر، هو هذا كنز، هذا هو ايجابي. حنا ما يمكنش اللي بغيت نطور العمل الحزبي خصني نقبل الاختلاف، ما خصنيش نكون ستاليني ويكون الاقصاء. رابعا جاذبيه بنيه الاستقبال، خصنا نفتحوا على المواطنين، على الشباب، على النساء، على الكفاءات. يمكننا اليوم نستعملوا الرقميات لي تكنيس، كاين الاحزاب لي فيرتوييل ما بقاش عندهم حتى الفرع. كيفاش اليوم كان مازال نقولوا السيد سيخ تمشي للفرع وتشوف شي كاتب فرع لي ما باغي شي واحد يدخل عنده وعمره ما ينخرط. هذه لابد نستعملوا هاد التكنولوجيات الحديثه باش نعملوا غدا الاتحاد 4.0. خامسا الديمقراطيه التشاركيه، يعني تامن بهذه القضيه هذه. تنقول علاش ما يكونش اختيار نتاع ربع نتاع المجلس، اعضاء المجلس الوطني عن طريق القرعه. سادسا توزيع عقلاني وواضح بين المركز والتنظيمات الترابيه، لهذا خص يكون واحد البرامج تعاقديه مع المسؤولين الترابيين، كان كاتب جهوي او اقليمي او فرع، تحدد الالتزامات والاهداف، مثلا عدد المنخرطين الجدد، تنظيم الانشطه، تكوين المواطنين، القوة الاقتراحية، كانت أفكار تدابير وحلول، تدبير الخلافات، تجديد الهياكل، إحداث الفروع الجديدة. ولهذا داك اللا مركزية اللي هضر عليها السي ظلمات أنا تنجسدها هنا بهذه الطريقة هذه. ثامنا تحديد عدد ولايات المسؤولين الترابيين في ولايتين لتجديد النخب، حيت نقولوا خصنا نجدوا النخب، والتداول على المسؤوليات كما هو اليوم في قوانين الحزب. تاسعا تحديد عدد ولايات الكاتب الاول. بقيت نفكر واش نعملوا ثلاثه ولا جوج، ولكن في الثانية الله جوج بركه. دونك ولايتين على الاقصى. عاشرا عدم الجمع بين الكتابه الاولى والوظيفه الحكوميه. اللي كان الكاتب الاول ولا وزير يمشي يتكلم يولي وزير، والحزب خصو يتقوى ويبقى شي واحد اللي مكلف به 100%. 11 الكاتب الاول يختار، هذه يمكن ما الناس ما يتفقوش معايا، عن طريق اللائحه يمكن 50% من اعضاء المكتب السياسي لتنفيذ البرنامج اللي تيتعاقد به مع المؤتمر. ندوز النقطه الرابعه اللي سمحتيو، دابا هضرت على التوضيح نتاع سبب الوجود، الميثاق، القيام، حكمه التنظيم، ما هو العمل؟ اولا استقطاب وتطهير وتكوين المواطنات والمواطنين في الحي وفي الدوار. هذا هو الحد اللي خصنا نكونوا فيه، خصنا نكونوا في الاحياء، خصنا نكونوا في الدوار. خصنا نرجعوا شنو الحزب، انا ما جني غير نافونتي، هذا هو اللي كان تيقوم به الحزب في الاول نتاع الحياه ديالو. مثلا فيما يخص التكوين انا تنقول بان عاود نستعملوا التكنولوجيات الجديده، احداث معهد الوطني للديمقراطيه والمواطنه، لانستيتيو دو لا سيتوانيتي دو لا ديموكراسي، انتيرمون فيرتويل. ثانيا ما هو العمل؟ إنتاج أفكار ومشاريع ومواقف في جميع المواضيع التي تتهم المواطن. ما يمكنش اليوم ما نكونوش تنستجبوا وتنكونوا داخل حياة المواطن على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني. على الصعيد المحلي الإشكالية نتاع النقل مثلا في قنيطرة، الصعيد الوطني مداونة الأسرة وتحيين نتاع مداونة الأسرة والضوء المرأة إلى آخره. احنا ما موجودينش، هذا الاشياء اللي لابد خصنا نكونوا موجودين فيها يوميا. واكثر من ذلك يمكننا نشجعوا المواطن باش يساهم معنا في هاد الحلول هادو، لا كو كونستركسيون سيتويان. في هاد نفس هاد السياق تنظن بان يمكننا نعملوا واحد الاحداث، واحد المركز للتفكير التشاركي، ان تينك تانك بارتيسيباتيف، اللي تنطلبوا من الجميع المساهمه باش نجيو بحلول وبدائل انطلاقا من الايديولوجيا الاتحاديه بالطبع، حيت لو ريفرونسيال هي الايديولوجيا الاتحاديه. ونيت نقول لو ريفرونسيال هو الايديولوجيا الاتحاديه بالطبع، خصها يكون تحيين هذه الايديولوجيا، وانا هضرت عليها في الاول. وانا
حاجه، انا ماشي انا ضد داك الناس ولا ما متفقش مع داك الناس اللي تيقولوا بان الايديولوجيه تسالات، الوقت الايديولوجيه تسالى خصوصا بعد هذه الانتخابات. الايديولوجيه هي اللي تتميز بين الاحزاب، كل حزب خصو يتميز على احزاب اخرى ببرامج انطلاقا من الايديولوجيه ديالو. مثلا كحزب الاتحاد الاشتراكي شنو يمكننا هذا؟ يمكننا ناكدوا عاوتاني الارتباط ديالنا بالملكيه البرلمانيه كما هو في ادبيات الحزب. يمكننا نقولوا بان الاستثمار في الانسان هو اهم من الاستثمار في الحجر. لا ديفيرونس بين لو هاردوير و لو سوفتوير. شنو هو السوفتوير؟ هو التكوين، هو الابتكار، هي الثقافه. وهذا مشروع، هذا هو المشروع الاشتراكي. ما تياخذ صم المشروع الانسان وما تياخذش اي حاجه اخرى. يمكننا نهضروا على محاربه الفوارق الاجتماعيه من خلال الضريبه على الثروه غير المنتجه، ضريبه على الدخل اللي يمكن لها توصل 70% فيما يخص ذاك الاشطر العليا جدا، ضريبه على الارث. هذا تميزنا. يمكننا نهضروا على تعزيز دور المراه، المناصفه بقوه القانون، بقوه القانون لا باريتي اون بلان دووا. يمكننا نهضروا على الرهان تاع الخدمات العموميه ونقولوا بان المدرسه والمستشفى العمومي هي القاطره. ما يمكنش اليوم الثلثين تاع الناس يخرجوا في السلك الابتدائي وهما مازال ما تعرفوش يحسبوا ويقراوا ويقراوا ويكتبوا. يمكن نهضروا على تمكين الشباب عاوتاني عن انطلاقا من المرجعيه الايديولوجي ديالنا. مثلا فاش كنت في الوزاره كان عندي عندنا واحد المشروع، واحد البرنامج سميتو انطلاقه. هذاك المشروع انطلاقه اش تيقول؟ تيقول بان اللي كان شي شاب ولا ماشي شاب عنده شي فكره مبتكره يمكن له يجي واحد لو سونتر ماروكان دو لينوفاسيون ويقدم الفكره ديالو، واللي كانت ذاك الفكره جيده تيعطيوه مليون درهم كقرض بلا فائده على 4 سنوات، واللي نجح تيرد له مليون درهم، واللي سقط الله يسامح. هذا هي العداله الاجتماعيه عن طريق الابتكار. حيت ذاك السيد كون ما كانش عاد يمشي للبنكه ما عاد تمولوش، حيت تعرفوا المولو الحيوط. دونك شنو عاد يمشي؟ اما عنده عائله اللي عندها الفلوس عاد تمولو، ولا ما عندوش عائله ما عندهاش فلوس ما عاد تمولوش. دونك هادو من الافكار اللي حنا يمكننا نجيبو. ايضا واحد النقطه جد مهمه هو تحسين الحكمه. حنا الاتحاد اللي خصنا نحملوا هذا الشعار هذا نتاع تحسين الحكمه. طبعا الناس عاد يقول لك ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ولكن كاين ايضا محاربه الريح. شكون شحال الناس عاد يهضروا على محاربه الريح، الاحتكار، تنازع المصالح. يمكن نهضروا على وضع اليات لتفعيل السياسات العموميه، حيت تيقولوا بان الاشتراكيين ما تيعرفوش يدبروا السياسات العموميه. كاين لي ديليفغيونيت احسن، كاين توني بلير فاش مشى هذاك دبر هادشي، والتقييم المستقل الى اخره. هناك كذلك ورش العمل المحلي من خلال المنظمات الجمعويه الموازيه لتقديم خدمات القرب للمواطن. مثلا اشكاليه تدبير النفايات بعض الاحياء، في بعض الاحياء المستشفى فاش تيكون نقص في الدواء، المدرسه فاش يكون مشكل غياب الاساتذه، جمعيات حرفيين وصناع تقليديين فاش يعانيوا من الاستيراد نتاع الصين. سي لو سكون ابل لو كوميونيتي اورجنايزر، كانت يعملها اوباما فاش كان في شيكاغو قبل ما يكون رئيس الحكومه، رئيس الدوله، وانا كنت خدمت في هذه المنطقه. رابعا هناك الدبلوماسيه الحزبيه من خلال العلاقات مع الاحزاب الشركاء للدفاع عن المصلحه الوطنيه. نقول لكم فاش كنت في البرلمان الاوروبي الخصوم ديالنا هما كانوا الاحزاب الاشتراكيه. كان جا عندي السيد الوزير في ذاك الوقت السيد الاخ الكريم باش هضرنا مع بعض الاحزاب الاشتراكيه. خامسا دور الحزب، وهذه نقطه مهمه جدا، دور الحزب كسلطه مضاده للتوازن والتعاون والتكامل، خاصه وحنا اليوم في المعارضه. وهذا الدور كيفاش يتسجل؟ اولا مواقف قويه داخل البرلمان، ثانيا مواجهه السياسات والممارسات المضره بالصالح العام ومصلحه المواطن بكل جراه، تعاون اكد بكل جراه. ثالثا عدم سكوت في اعلام الحزب كما كان هذا الاعلام عن قول الحقيقه كيفما كانت. وهذا الدور هذا اللي خاص يقوموا به الاحزاب السياسيه كامله، الصحافه والمؤسسات الدستوريه، مهم جدا لبناء دوله قويه وديمقراطيه. علاش؟ حيت كل سلطه تحتاج لنفعها، نعاود نقولها، كل سلطه تحتاج لنفعها، نعاود نقولها، كل سلطه تحتاج لنفعها الى سلطه مضاده. وهذا لسببين، باش ما يكونش هناك
السلطة المطلقة تؤدي إلى الهيمنة، ما نقولش حاجة أخرى، ولأن هذه السلطة هذه إذا كانت مطلقة غادي تجسد بوحدها الانتظارات وتحمل بوحدها الخيبات والإخفاقات. سادسا، ما العمل كذلك؟ خاص الاتحاد يقود الحكومة المقبلة لتنزيل المرجعية ديالو والمشروع المجتمعي لتيدافع عليه ويطبقه في السياسات والبرامج العمومية. توني بلير كان قال واحد النهار: One day in government is worth a thousand day in opposition. ان جور نهار في الحكومة يساوي 1000 نهار في المعارضة. وهذا طبعا مرتبط بقوة الفعل النضالي والعودة إلى المجتمع ومنظومة الانتخابات والتحالفات مع العائلة الطبيعية للاتحاد اللي تنظن هي الكتلة. في الختام، في انتظار هذا الأفق اللي هو بعيد وقريب في نفس الوقت، خاص جميع الاتحاديات والاتحاديين يتعبؤوا لإنقاذ الحزب كل واحد من الموقع ديالو. البلاد في حاجة إلى أحزاب قوية وإلى تغيير حقيقي، وماشي فقط إلى عملية للتحسين أو الإصلاح. هذه ذاك المفارقة بين اللي كانت في الحركة الوطنية في ذاك الوقت، واش الإصلاح ولا التغيير. وفي نفس التفكير أعتقد أن المشروع الاتحادي خاصه تغيير وخاصه قطائع في بعض الاختيارات والممارسات، حيث الوقت فات على الترميم والإصلاح نتاع الفيترينا فقط. شكرا لكم. شكرا سي شامي. الكلمة الآن الأستاذ عبد الكريم بن عتيق، تفضل أستاذ. تاني أنا وصلت 17 ولا ليا. أولا شكرا للحضور الكريم ومن خلالهم كل المتتبعين عن بعد لهذه الندوة. بغيت بدوري أنني نشكر الأخ الأشعري والأخ علي بوعبيد اللي تاحوا لنا فرصة في هذه المؤسسة باش نتلاقاو اليوم لمناقشة موضوع أي مستقبل الاتحاد الشراكي. وفي نفس الوقت هي لحظة ديال 30 سنة على رحيل زعيم. وقبل أن يكون زعيم هو رجل دولة بكل المواصفات، كان سفيرا في باريس وساهم في المفاوضات أو دي المفاوضات بعد الاستقلال، ووضع اللمسات الأولى للدبلوماسية المغربية. قبل أن يكون زعيم حزب ومن خلال الحزب كان كذلك وزير الاقتصاد والمالية، ساهم في وضع اللبنات الأولى لاقتصاد وطني مستقل على إرث الاستعمار، كذلك قائد سياسي. شخصيا بعد هذا الوقوف أنا أعتقد أنه لا وجود لمرحلة ذهبية في تاريخ حزبنا. هناك ديناميكية سياسية، هناك مسارات تناقش تدرس يقوم تقييمها متفاعلين في لحظة ما. فالاتحاد الشراكي هو مسار، لكن الاتحاد الشراكي وقبله الاتحاد الوطني كان مبدع للحظات ومبدع كذلك لكل المسارات ولكل المنعرجات. 59 كان منعرج أساسي في تاريخ المغرب، عندما خرجنا من حزب استقلال أحدثنا قطيعة وأنتجنا مشروع آخر مغاير، توجه تقدمي يساري خدمة الجماهير، وكان منعرج أساسي في تاريخ المغرب. إذن وقع الصدام، والصدام الاتحاد ما كانش قلب عليه، بل الدولة كانت منزعجة من وجود هذا المشروع الجديد داخل المجتمع بهذا النفحاء القريم الجماهير. وأدينا الثمن، وأدى الاتحاد الثمن من اعتقالات، من منافي، من اغتيالات إلى آخره. ولكن الاتحاد دائما عبر على أنه سيبقى أمام وبحضور ومع الجماهير. تعرض الاتحاد كذلك لمرحلة كانت صعبة، هي مرحلة التوقيف ديالو، مرحلة الاستثناء اللي عاش الاتحاد، لأنه الدولة كانت عاجزة على استيعاب حزب يريد الديمقراطية، يريد إعادة توزيع الثروة، يريد دولة ضامنة متضامنة قريبة من الجماهير الشعبية، وليس دولة تقوم بتدبير إرث استعماري محض. هذه قناعة الاتحاد التي كانت في السابق. فالفترة انتبه الفقيد عبد الرحيم بوعبيد بأن هناك صراعات داخلية تعيق هذا المسار، بل كتوقف هذا المسار. صراع ما بين الأجنحة، جناح النقابي، جناح المقاومة والجناح السياسي. ففكر في 75 في إحداث واحد النقلة، واحد التحول كبير،
المؤتمر الاستثنائي في 75. ما تعتقدوش إخواني أخوات بأنه كان اختيار سهل، كان صعب، لأنه سيحدث قطيعة مع رفاق الأمس نظرا للجمود السياسي والنقابي اللي كان آنذاك. إذن مؤتمر استثنائي كان لحظة مفصلية، لأول مرة يتم صياغة مشروع متكامل في اجتهادات متميزة، بمعنى ولادة حزب اشتراكي ديمقراطي طرح الإشكالات الكبرى، إشكاليات مثلا المسألة الاقتصادية كالاتحاد سباق إلى الاجتهاد فيها، مسألة اجتماعية كالاتحاد سباق إلى الاجتهاد في مسألة اجتماعية، المسألة التعليمية كالاتحاد سباق إلى الاجتهاد في مسألة تعليمية، المسألة ثقافية بشكل عام. إذا الاتحاد فكر في عملية تنزيل هذا التعاقد الجديد اللي كان في شكل تقرير ايديولوجي واجتهاد، ولأول مرة وثيقة مفصلية في تاريخ المغرب السياسي وفي الحق السياسي المغربي كامل وبدون استثناء. كان تنزيل فيه نوع من الجرأة، وهذه الجرأة اعتمدت على قنوات متعددة. القناة الأولى هو كيف التواجد داخل المجتمع بشكل فعلي، لأن أي حزب ما يمكنش يبقى يعتمد فقط على إنتاج الأدبيات دون تفاعل مع المجتمع. ثانيا كانت عنده الجرأة في صياغة آليات تنظيمية جديدة، وكانت عنده جرأة في اعتبار أن أضرع الحزب هي القنوات مع المجتمع. فكر في العمل الجمعوي لتربية الناشئة، كنا دزنا من لاميج على الأقل جيلي أنا صديقي أستاذي نقي، أنا منتوج ديال 75 ومعد 75، كنا دزنا من لاميج وكنا دزنا من دور الشباب. فكر كذلك في المجال التلاميذي، فكر كذلك في المجال الطلابي، فكر في مجال تنظيم قطاعات نسائية، وكانت عنده الجرأة يبحث على بديل نقابي، على بديل نقابي نظر الجمود النقابي. فجاءت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. إذن عندما فكر بديل نقابي ما كانش فقط معزول على السياق السياسي، كل أطر الحزب فيما بعد غتكون جاية أو عندها علاقة بالنقابة. تذكروا البريد المرحوم البوزيدي، تذكروا الفلاحة الأخ الأشعري، تذكروا الصحة المرحوم بوزوبع، الفوسفات الأخ الكافوني وآخرون. كان هناك دائما نوع من التلاقي ما بين الإطار الحزبي وما بين الامتداد الاجتماعي. الدولة آنذاك لم تقبل أن يكون حزب ديمقراطي اشتراكي يريد أن يساهم في تنمية، لأنها تحتاج إلى الاصطدام والتواجد داخل المجتمع. لذلك جاءت 1979-81 تعاملت بنوع من الطرد والقمع الشرس مع إضرابات الصحة في 79، مع إضرابات البريد، مع إضرابات التعليم، بل أكثر من هذا رفضت إضراب 81، واللي كل القيادة تعرضوا أنا ذاك الاعتقال. أتذكر اعتقال القيادة في الدار البيضاء منهم الأخ الأموي، واعتقال الجناح السياسي المرحوم وديع عطار كاتب إقليمي، المرحوم مصطفى القرشاوي، ثم اعتقال الأخ كرم كنائب كاتب الإقليمي في الرباط، تم اعتقال الأخ منشد، تم اعتقال الأخ الأشعري، تم اعتقال الأخ خيرات والمرحوم ملاقات. إذن نوع من محاولة كل إطارات الوسيطية مع المجتمع ما تبقاش عندها علاقة في تأطير شرائح المجتمع. جاء كذلك اعتقال القيادة الحزبية عندما عبر الراحل عن موقفه من الاستفتاء. الموقف من الاستفتاء ماشي فقط لأنه ضد الاستفتاء، لأنه يعتبر قضية وطنية أن كل مغرب معنيين بها ويجب أن تخضع لنقاش قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي ملزم للقضية الوطنية. القمع ما استمرش فقط بشكل مادي، القمع كان معنوي عندما زورت الدولة انتخابات البلدية في 1983. كانت ضربة نفسية وضربة سياسية للاتحاد، عاد خرجنا من واحد المرحلة ديال القمع الشرس، والدولة ما حبساتش في إطار القمع المادي بل زورت انتخابات 83. إذن كان لابد كذلك على الاتحاد أنه يفكر. هنا كان إبداع القائد عبد الرحيم بوعبيد، اش كان وقف على المراحل التحقيقية أساسية حيث ما كانش عصر ذهبي. دخلنا المؤتمر الرابع، جراحات الاعتقالات، التعذيب، الطرد التعسفي، ومع ذلك عبد الرحيم بوعبيد قبل أن يشارك في حكومة وطنية من أجل الصحراء، تذكروا معي كوزير دولة مع كافة زعماء الأحزاب هذاك. اعتبر أن القضية الوطنية أكبر من قضية حزب، وكان يقول دائما إذا خيرت بين الحزب والوطن سأختار الوطن.
شارك كذاك الاخ عبد الواحد راديكا وزير التعاون، حيت انا ذاك المغرب بدا كيخسر تقريبا كل افريقيا على المستوى الوحده الترابيه. اذا هنا ذكاء ديال الاتحاد الشراكي، ذكاء ان في لحظه معينه يميز بين الخصم وبين الوطن. الخصم معروف هي كل القوى المحافظه اللي ما بغاتش تكون ديمقراطيه ناشئه في المغرب، والاتحاد هو اللي كان كيقود هذه الفكره ديال الديمقراطيه الناشئه. من وصلنا مؤتمر 89 بدا من جديد الصراع ما بين الجناح النقابي والجناح السياسي، وجلسنا 11 عام بلا مؤتمر كنساوها، ما درناش مؤتمر السادس حتى 2000 من 89 ل 2000. اذا كان نقاش داخلي، ولكن في التسعينات وقعت مستجدات كبيره. اولا اضراب العام اللي ادى الاحداث فاس 1990، فقدنا الراحل عبد الرحيم بوعبيد، تحمل المسؤوليه الاخ عبد الرحمن اليوسفي، عوده الاخ الفقي البصري ومجموعه من المغتربين، ثم استمر الصراع والتوافق ودخلنا حكومه التناوب التوافقي، لكن وليس بناء الحزب من داخل المجتمع. لذلك عندما فكرت بشكل متواضع أن أجيب على سؤال ندوى، قلت بأنه ضروري أن نجتهد في إطار البحث على آلية جديدة تنطلق من خصوصية المرحلة. المجتمع تغير، الفاعل تغير، العقلية تغيرت، المغرب تغير، لا يمكن التفكير بعقلية 75 أو عقلية 59. إذن ضروري من ثورة هادئة لفهم ما يجري ولتفكير في صياغة مشروع مستقبلي. في اعتقادي كل التجارب الحالية ممكن الاستفادة منها، لكن التجربة الأقرب لنا هي أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية اعتمدت على مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة، وهي ديمقراطية فتية، وكل الأحزاب تشتغل من مرجعيات، لكن الأحزاب الاشتراكية اشتغلت بمرجعية التعامل مع المجتمع من خلال المجتمع المدني. مثلا لا يمكن التفكير إلا في انطلاق من توابيت. احنا واضحين في التوابيت، كاين ثلاثة توابيت مغرب، مغيرها كل نقاش مقبول وكل نقاش مسموح وعادي. أولا ملكية حافظة لوحدة المغاربة واستقرارهم، جوج إسلام معتدل وسطي، ثلاثة الوحدة الترابية. غير التوابيت كل شيء قابل نقاش مغرب وبدون استثناء. لذلك ما دام السياق مغاير يجب إعادة النظر بشكل جذري في المقاربة التنظيمية. الانفتاح ليس انفتاح انتخابي بل هو انفتاح مجتمعي، ثم إدماج المجتمع في اختيار قادة الحزب. هنا خصنا نميزوا ما بين انتماء السياسي وانتماء التنظيمي. انتماء التنظيمي حق لأي مناضل، لكن الانتماء السياسي اشراك المجتمع في لحظه ما بحال المؤتمر، من حق المجتمع ينتخب على الكاتب الاول. في غير تجسد هذا الانتماء السياسي هو انه كياخذ في لحظه معينه البطاقه ديالو، كما في الدول الراقيه كياخذ البطاقه ديالو، هذيك البطاقه صالحه فقط على انتخاب الكاتب الاول ديال الحزب الاشتراكي، ما دام ان هذا الحزب من الرغبه ديالو ومن المهام ديالو تواجد داخل المجتمع. اذا ضروري التمييز ما بين انتماء التنظيمي اللي كيعطي الحق المناضل صناعة القرار الداخلي، وما بين انتماء السياسي اللي كيعطي المجتمع اللي بغى عنده انتماء سياسي اشتراكي انه في لحظة معينة من حقه يشري بطاقة في المؤتمر ويصوت على الكاتب الاول، والحزب مطالب ينظم كل الآلية التنظيمية باش تنجح هذه العملية هذه. الحفاظ على مكتبات الاقتراع السري لكن بشروط مغايرة، خصها كيتشارج. اخ عبد الواحد راضي قال ما كانش التزوير كان الغش، انا غير فلسفي. الاخ طليمه تيشرح لي ما بين الغش والتزوير، لان هو كيدير الفلسفه وسط الفلسفه ما فهمتهاش لحد الان. كذلك ما يمكنش نمشيو الى بقينا كنشتغلوا بمنطق ديال بنيه مغلقه. اليوم اللي كيفكر بالخليه والفرع والكتابه اعتقد بانه متجاوز. الجميع يشتغل بالمنتديات اللي فوقهم. اقترح منتدى شبابي سنوي كل سنه تطرح فيه قضايا في شكل ورشات، كيخرج بخلاصات، كينتخب اجهزه سنويه هي اللي كدير تدبير، وكيولي عنده علاقه وتفاعل مع الشباب داخل المجتمع،
كيكون فيه الطلاب والتلاميذ والجمعيات التنفوية. اقترح منتدى نسائي سنوي منفتح على كل التجارب الكونية تيشتغل بنفس الوتيرة وبنفس المنهجية. اقترح منتدى ثقافي إعلامي رقمي عنده جوج مهام، الاشتغال على المضمون الإعلامي وعلى صورة الحزب. منتدى سياسي سنوي، ما يمكنش نبقاو نتسناو 4 سنين باش نديرو وثيقة سياسية والمجتمع كيعرف تحولات وحنا غايبين عليه ودين معاه قطيعة. ما يمكنش، خص منتدى سنوي لتحيين المرجعيات، للتفاعل مع المجتمع، لصياغة برامج. خصنا كذلك منتدى حقوقي سنوي نتحدث عن التراجعات كتنظيم سياسي كأشخاص، لكن المجتمع غايب عليها. ما يمكنش نحصل الحقوق ديالنا إذا كان المجتمع غايب عليها. ما يمكنش نحقوا هذا الشيء إلا بمصالحة مع الذات. وقبل ما نتذكر على المصالحة مع المجتمع خصنا نتذكر مصالحة مع الذات. إذن يجب على كل اتحاد من الاتحاديات يلقوا واحد الفضاء باش يتناقشوا بعضياتهم، لأن لا أحد يملك الاتحاد بوحده، وملك الجميع وبدون استثناء، لكن بهدوء وبنوع الاحترام المتبادل يمكن نوصلوا ليه. أنا غادي نمشي 5 دقائق، غادي نكمل كاع قبل. تنتذكروا بزاف على الاستقلالية للدولة، وهذا نقاش مشروع، بل هو عمق الإشكال الحالي في علاقة الدولة بالحق الحزبي والحق السياسي. لكن ما يمكنش يبقى هذا النقاش فقط هو نقاش نخبوي معزول. إلا بغينا استقلالية خصنا نخلقوا واحد الجبهة عريضة لمحاربة استعمال المال في استحقاقات انتخابية. مشكلتنا أن انتخابات تنتج نخب بعيدة وما عندهاش مشاريع، جزء كبير منها. باش ما نكذبوش على راسنا، تلاقيت مع الأخ عبد الواحد مؤخرا كنت في الخارج، قال لي من 63 ما عمرني شت استعمال المال بحال اللي كان في هاد الاستحقاقات هذا. إلا غيبقى المال كيستعمل فقط هو اللي كينتج المؤسسة التمثيلية، هذا خطر على الديمقراطية وأخطأ ماشي حاجة أخرى. لذلك إلا بغينا الاتحاد غدا خصو يقود جبهة عريضة لمواجهة، ولكن يكون بالتحسيس بالوعي بالنقاش، ماشي تجي انتخابات، قبل الانتخابات 4 سنوات، لأن هذا هو اللي غيأدي الوسطاء قادرين أنهم يدافعوا على مشاريعهم. ثم كذلك ما نساوش قوة اليسار في الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى كتاكل العصا يوميا، إلا ما كانش حاضرة بشكل قوي في اختيارات ندافع عليها هي اللي كدير الاستقرار السياسي وكدير التماسك الاجتماعي. ثم خصنا نرفعوا القيود على الديمقراطية المحلية هي اللي كتعطي مواطن قادر يفهم بأنه كيف يصنع القرار. هذا بشكل مختصر هي بعض رؤوس الأقلام، ولو أنني وقفت فقط بشكل انتقائي وأقول انتقائي ما عندناش الوقت، لكن راه ما كاينش شي حزب في مرحلة ذهبية كما قلت سابقا، كاين مراحل فقط، لكن الحزب والمواقف، الحزب والسلوك، الحزب مرجعية أخلاقية، لكن الحزب كذلك هو واقع يومي لتدبير الصعوبات. شكرا أخواتي إخواني. شكرا جد، شكرا السي عبد الكريم. نمر الان اخر مرحله اللي هي الاسئله، واحد سؤال تفاعلي، ربما سؤال مشترك بين الاستاذ الشامي والاستاذ طليمات. ربما على امتداد التاريخ الاتحاد الاشتراكي كانت رؤوس متعدده، ربما راس تنظيمي واخر في المعارضه ويوازي التنظيمي بشكل من الاشكال. دابا الان واحد العدد ديال الشخصيات ربما تحس بالياس وربما بالهزيمه في وسط الاتحاد، ربما كيف يمكن الاتحاد يستعد هذه الاسماء هذو اللي ربما تراجعت للوراء بشكل كبير؟ تفضل واحد فيكم استاذ طليمه، تفضل سؤال مشترك بيناتكم، تفضل جاوب انت يا استاذ ومراي تفضل. سمعتيش انا واجب عاودكم بعد تكلم، واجب وانت كمل. هو قال لك كاين واحد اتحاديين كانوا في القياده ولا ما كانوش، كانوا مسؤولين ولا ما كانوش، اللي يرجعوا اللور وكيفاش يمكن لهم يعاودوا يجبروا الثقه باش يجيو. هو اول حاجه اللي واضحه حيت حنا واقعيا كاين اولا مؤتمر جاي، دونك اول رساله اللي غتعطي لهاد الناس هادو هو بان المؤتمر راه غيدوز بواحد الطريقه ديمقراطيه اللي تلتزم بالقوانين
القانون التنظيمي والاساسي نتاع الحزب، وبان هذه فرصه باش جميع الاتحادات والاتحادين يهضروا على هذه الافكار اللي هضرنا عليها، تحيين المرجعيه، يكون التزامات واضحه باش داك الساعات يكون بعدا كاين واحد الرسائل اللي واضحه، انفتاح الاتحاد على المواطنين والمواطنات، على الشباب، على النساء، على الكفاءات. هذا من الاشياء اللي تنظن اشياء مهمه. قال الاخ بن عتيق مشى بعيد جدا داك القضيه نتاع كل مواطن كله يصوت على الكاتب الاول في المؤتمر. هذه ما بقيت زعماك بزاف الناس ما يمشيوش معك في هذه القضيه، انا نمشي معك في هذه القضيه هذه، ولكن بزاف الناس ما يمشي معك، ولكن بعدا بركه تمشي معنا، ولكن بركه بعدا غير اللي جبدا كفاءات في ذاك الوقت بحال اللي كنا تنديروا، كنا تجيبوا كفاءات، كنا تنقولوا بان تنفتحوا المؤتمر على كفاءات، على ناس اللي ما كانوش عندهم علاقه بالاتحاد تيدخلوا. في 2005 انا هكا دخلت الاتحاد عن طريق هذا الانفتاح على الكفاءات في ذاك الوقت. فتنقول بان تنظيم، باش نرجع نلخص، واحد تنظيم جيد نتاع هذا المؤتمر، وما تنظنش بان انا في نظري في هذا الوقت هذا القصير بان يمكن يكون واحد تنظيم جيد للمؤتمر. هذا اول حاجه. القضيه الثانيه هو هذه واحد المرحله لانفتاح، ثالثا هي مرحله للابداع، لانتاج افكار جديده لتعطي واحد الصوره اخرى للحزب. تنظن بان هذا من الاشياء اللي يمكنهم يعطيو الثقه لهذه المناضلات والمناضلين باش يرجعوا. تقريبا في نفس السياق هو كيف ما شرت في التدخل ديالي بانه لابد اولا من حوار حقيقي. ملي تقولوا حوار حقيقي معنى راه كاين مشاكل حقيقيه. حاجه خصنا نوقفوا الاتحاد الرسمي، تسمي الاتحاد الرسمي، لانه المشكل الحقيقي كاين جوج اتحادات، اتحاد كبير وواسع وخارج الاتحاد الرسمي، اتحاد المقر والمؤسسات والاجهزه. هذه المساله كانت محاوله ديال القياده اللي هي ضيقه جدا وشعار، ومساله تتمنوا منين يبدا التحضير المؤتمر ونساهموا في الانتخابات، وتشير بانه الناس بزاف اللي خارج الاتحاد راه صوتوا الاتحاد بما فيهم هذا العبد الضعيف في الانتخابات رغم الاختلاف ورغم الى اخره. اذن كان المؤتمر، ولكن المؤتمر الان ها هو يعقد على عجل. بالتالي اشنو تنطلب؟ المساله اللي في الواقع اقولها بصدق بان قيادات التاريخيه ديال الاتحاد بدون ان اسمي راه معروفه، اللي بعد اليوسفي الدلابة بالغت في الصمت مع الأسف، وكان ممكن أن نستفيد من وساطاتها وحكمتها وتجربتها وخبرتها لإيقاف هذا النزيف والمساعدة على لم الشمل. وأتمنى أن يتحركوا، وخير بشي نداء معنوي يقع يرفع المعنويات في الاتحادين، اتحاد المؤسسات والأجهزة والاتحاد العريض الواسع من العاطفين والمناضلين والقواعد والأطر، ومن اليسار المتعاطف مع الاتحاد أيضا اللي بقي يعول على الاتحاد. لماذا؟ لأن المستقبل مش كما ما تندفعوش على حانوت، تندفع على مستقبل الديمقراطية في البلاد، لأنه البلاد ما يمكنش يسيرها نظام بوحدو، خصو قوة حزبية. انتقال الديمقراطية مستحيل بدون أحزاب قوية وفي مقدمة أستاذ بن عتيق. غير ربما الاتحاد الآن أنتم مقبلين ربما مرشحين رسميا للكتابة الأولى، الاتحاد أمام ربما أجيال جديدة ربما كطرح تحديات كبيرة سيرتو في علاقتها لأنه الاتحاد يلقى راسو وسط الأجيال الجديدة، يعني ربما اللي تطرقت لها الاستاذه كتستعمل وسائل التواصل الاجتماعي واحد العدد ديال الامور للان جديده ربما على الاتحاد بحد ذاته. تفضل استاذه. كل الشكر للاخ نور الدين. اولا هذه فرصه لوضح شيء اساسي، انه هاد الخطوه او هاد القرار لتقدم لترشح للكتابه الاولى لحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه ما هي الا عنصر من عناصر
دينامية متكاملة كتفرضها مسؤوليتنا تجاه هذا الحزب الرمز. فما أصبوا إليه شخصيا من هذا الترشح للمسؤولية خارج تفاصيل تنظيم مؤتمر بالشكل الذي نراه أو بشكل تنظيم مؤتمر أين كان، الهدف بالأساس أن نملك المغاربة رسالة لواجبهم في بناء دولة القانون والمؤسسات من خلال حماية القانون والمؤسسات في المجموعات البشرية والفكرية والسياسية اللي كيكونوا فيها حزبا جمعية مؤسسة، أن يتملك ما يكفي من الجرأة والمسؤولية أنه يرفض لي روح القانون والمبادئ المؤسسة لأي مجموعة كما كانت، من الصغيرة للكبرى، من السياسية الثقافية للرياضية. هذا هو الهدف الأساس. الهدف الأساس أننا نعطيهم صورة أنه فكرة وضع الناس استبداد الحزبي، استبداد الجمعوي، استبداد المدني، استبداد النادي الكروي، استبداد الفرقة الغنائية، كل شيء مدابس. يجب أن نعرف أنه محتاج للمغاربة اليوم أن يسمعوا أنه مناضلة التحقت بالحزب سنة 2005 قادرة اليوم على أن تضع ترشيحا لمناهضة تغول واستئساد بتمسطريت ماشي بروح القانون. مهم أيضا أن نعطي صورة من بعد 60 سنة أو أكثر أو أقل بقليل من انطلاق حركة من أجل القوات الشعبية وبجانب القوات الشعبية والقوى الحية، أن نقول اليوم كلمة أنها استطاعت أن تفرز جبهة رفض لأن يصبح الحزب والإدارة والمؤسسة خارج فكرة القانون. هذا هو الأساس في هذا الشيء. خاص يفهموا على أنه تؤخذ الدنيا غلابة ولا تؤخذ بحالة الاستسلامية ولا تؤخذ بحالة الحسابات التي تضيق. بغينا مغرب اليوم يستطيع من خلال مناهضتنا لما يقع بحزبنا، لأنه إلا ما كانش المناضل اليوم اللي غادي يفرزوا التجربة الحزبية متملك الأهمية أن يدافع عن دولة القانون في تفصيله الصغير، راه لا يمكن أن يوكل إليه الرسائل الكبيرة من قبيل بناء دولة المؤسسات. بمن غنبنوا دولة المؤسسات وبمن غنبنوا دولة القانون إذا كنا نستسيغ حالة التطبيع مع رفس القانون، رفس روح القانون، ونعوضها بشوية الألعاب المسطرية؟ غيكون مفيد جدا وللغاية أن يسلط الضوء على قوة تفاعل الرأي العام مع هذه الجبهة التي ترص. راه ما كاينش واحد أنا اللي مرشح لأنه عنده هدف وصول الكتابة الأولى هكا محدود محيد، لا، هو ماشي معزول، عنمد شعبي وطني داخل اتحاد وفي صفوف وبين المغاربة وبين نخبته المثقفة وبين شعبه بكافة أطيافه وتلاوينه يبحث عن اتحاد شراكي قوي. شكرا. شكرا جزيلا سي بنات. شكرا سي نور الدين. ولن ماشي هو هذا الشيء كبير من الترشيح، واعتقد بانه مثل هذه المبادرات كما قال الاخ نجمي خصنا نكثروا منها، لان تقريبا هذه سنوات ما كاينش نقاش في المغرب والاعلام العمومي مغيب النقاش السياسي. دوله اللي ما يمكنش تطور الديمقراطيه في غياب نقاش سياسي داخل الاعلام العمومي. يا للاسف اعطوني شي برنامج سياسي ما بقى حتى برنامج سياسي، كيفاش غنتفاعلوا مع المواطنين؟ بالنسبه لي انا من دعاة تاجيل المؤتمر. الا كانوا ناس عقلاء وكان بالفعل ابناء الاتحاد الحقيقيين وكانوا كيفكروا الوطن، لانه البلاد محاجه الى اتحاد شراكي قوي بمشروع قوي قادر على التفاعل مع المجتمع. كل تاجيل غيعطي امكانيه يكون واحد نقاش هادئ، وهذا النقاش هادئ راه ماشي هو المنافسه حول الكتابه الاولى، الله يكون في عوانه اللي غدا غيكون كاتب الاول. صعوبات تدبير الحقل السياسي مع هذا اللي بغى يدير بوتيكا هي اصعب ما كاين في المغرب، اصعب ما كاين دابا. مجتمع في حاجه الى وسطاء قادرين انه يكونوا كيجيبوا اجوبه
وقادين تكون عندهم الشجاعة يجابوا التحديات المستقبلية غتكون كبيرة ومعقدة. ملي غنخرجوا من كوفيد أزمات جاية كبيرة. تدبيرها خص تكون عندك وساطة نقابية قوية، يكون عندك أحزاب قوية، لأن غنعيشوا مطبات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجيوستراتيجي وعلى المستوى الإقليمي كذلك. فإذا كل شيء كله خصنا ندخلوا ليه. إذا خصنا ندخل المؤتمر وإلا بغينا ندخل نحضروا وثيقة، ما يمكنش نشتغلوا بوثائق تقليدية. انتهت كل القراءات، خصنا نديروا معها قطيعه. ايه هذا العبد الضعيف في الثانوي كان كيجيبوا لي الثقل الايديولوجي، كان ديك الساعه كيتخبى منوع تقيسه وكنحفظوا عاد دخل الخليه. انتهت الاشياء، الاشياء كلها الان في متناول الجميع. كذلك المنظومه القانونيه، المنظومه القانونيه وتعقد، ما يمكنش تكون ديمقراطي وما عندك حس المنافسه، ما يمكنش تكون ديمقراطي وما تتامش بقواعد اللعب، ما يمكنش تكون ديمقراطي الا خسرتي خصك تحيي اللي نجح. هذا هو الاشتراكي، والاشتراكي هو هذا الديمقراطي. والا اشنو هو؟ خصك تكون انسان اللي كتستعمل السلطه من اجل باش تحقق ذاتك. لذلك نعطيو النموذج اننا قادين نصيغوا مواقفنا وبرامجنا ومؤتمراتنا في هدوء وفي احترام تام. انا غنختم هنا، ما عمرني سبيت شي واحد في حياتي وانا في الاتحاد. نقدر فنجو نقول نختلف معك واعيش هنا مع الناس اللي قروني في الاتحاد وما اكثرهم في هذه الطاوله واللي علموني الاتحاد. انا الاخ اشعمني كان في السجن، انا اللي كنوزع القصائد ديالو في لسيدار السلام وفي الكليه من بعد. ميصاوب ليه الاخ اسمه بابادا الديوان ديالو. فلذلك معمر نقدر نختلف معك، نقدر نخرج من الحزب، نخرج من البلاصه، لكن احترم الانسان. اي يساري اشتراكي لا يحترم الانسان هو انسان خارج المنظومه الاشتراكيه. فبالتالي القذف والقذف مضاد هذا ليس باشتراكي وليس بديمقراطي وليس بمغربي. شكرا جزيلا للضيوف، شكرا جزيلا للمشاهدين.